بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من داخل صالة النادي، النادي بالعاصمة الإدارية، عاصمة الإدارية الرياضية، لنقل مباراة الكرة الطايرة في نهائي كأس مصر بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك. مباراة قمة بين فريقين، قمة بين ناديين كبار قطبي الكرة الطايرة في مصر. وأمام حضراتكم هيبقى على إيدك اليمين نادي الزمالك، على إيدك اليسار نادي الأهلي بزيه الأحمر، وادي المذيعة الداخلية بتنادي على فريق نادي الأهلي. نادي الأهلي أحمد صلاح رقم 4، محمد عثمان رقم 5، عبد الرحمن الحسيني رقم 8، حسام يوسف معد الفريق رقم 12. بنقول مع حضراتكم وبنفكر أهو الأسامي، وادي رقم 15 عبد الرحمن سعودي لاعب مركز ثلاثات، وادي رقم 22 احمد عزب الشرباجي، وادي زي ما يكون عاملين حفل استقبال للاعبي الفريق اللي نازلين رقم 7 محمد رمضان ليبرو الفريق، وادي النادي الاهلي نادي البطولات اللي خد بطوله الدوري وخد بطوله افريقيا وخد بطوله السوبر، ودي البطوله الرابعه. هيبقى موسم استثنائي للنادي الاهلي انه يفوز بالرباعيه المحلية والأفريقية معا 4 بطولات. إن شاء الله يكونوا من نصيب النادي الأهلي البطولة الأخيرة. النهاردة هتتحدد بعد ساعتين أو ساعة ونص من هذا التوقيت. نادي الزمالك على إيدك اليمين أسماء لاعبي نادي الزمالك، هذه رقم 17 رضا هيكل، محمد عادل رقم 20، وهقول لحضراتكم ورقم 17 رقم 20 محمد عادل دولة، رقم 14 الليبي محمد أبو لبابة، ورقم معد الفريق أحمد فتحي رقم 1. هنقول لحضراتكم بقية الأسماء، وادي ديبرو الفريق نادي الزمالك رقم نادي الزمالك هيبقى على ايدك اليمين، والنادي الاهلي على ايدك اليسار بزيه الاحمر. بطوله قويه، نهائي كاس مصر، وطبعا يدير هذا اللقاء تحكيميا الكابتن وليد الخشن، حكم اول، حكم ثاني حسام محمود من اسكندريه، والكابتن وليد خشن من منطقه القاهره، حكم دولي، ومسجل حسام عبد الهادي، مساعد مسجل احمد فكري، تابلت محمود علاء، ولوحه الكترونيه ساندي فودا، وخطوط مراقب الخطوط 4 محمد ابراهيم خط اول، خط ثاني شريف جمال بنمشي من ناحيه اليمين، 3 عمر اشرف، 4 اسلام حلمي، كابتن ايمن الذهبي رئيس لجنه المسابقات رئيس لجنه الحكام بيراقب هذا اللقاء، ومعاه كابتن عصام انور رئيس لجنه المسابقات، دول بيراقبوا هذا اللقاء. ثواني ويبدا لقاء القمه بين فريقي النادي الاهلي على ايدك اليسار ونادي الزمالك. فريق النادي الاهلي طبعا الجهاز الفني الاسباني فرناندو منزو، المدير الفني محمد السيد مدرب عام، محمد حسيني مدرب الفريق، عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، احمد محمد اسامه اداري الفريق، شادي فهيم محلل تقني، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، اسلام محمد موسى اخصائي العلاج، ادي الكابتن فرناندو بنتيز او فرناندو مونزو الاسباني المدير الفني، اسامه محمد ابراهيم اخصائي تاهيل، محمد شهير الدين مدلك، شريف محمد صلاح اخصائي لياقه بدنيه. اما الجهاز الفني لنادي الزمالك طبعا بيقوده المدير الفني الاسباني البرازيلي سيدني بابيكي، محمد منعم مدرب مساعد، محمد علي مدرب مساعد، هاني سمير محلل تقني، الدكتور احمد سعودي طبيب، وادي الارسال مع رقم 22 من نادي الزمالك اللي هو محمد مهدي، هيلعب ارسال من اعلى، وادي النقطه الاولى لنادي الزمالك في اعتراض من كابتن احمد صلاح على الحكم الثاني اهي، الكوره طالعه اعداد خلفي من حسام، واحمد صلاح طالع والكوره جت تاتش بلوك وخارج الملعب، يعني فيها شك ان هي الكوره لصالح النادي الاهلي. محمد المهدي او محمد مهدي رقم 22 في اعتراض وفي كلام وانتهت، والحكم وليد الدولي وليد الخشن خلاص حسبها لنادي الزمالك، وعلى الارسال رقم 22 محمد مهدي، ارسال من اعلى واستقبال وحسام يوسف وضربه ساحقه من
من احمد صلاح بتيجي في لاعب نادي الزمالك وبتبقى خارج الملعب، ونقطه لنادي الاهلي والتعادل 1-1. نخلي بالنا وهنقول لحضراتكم لقاءات الاهلي والزمالك هذا الموسم. الاهلي غائب عنه كاس مصر من منذ ثلاث سنوات، فطبعا الاهلي عايز يرجع ياخد الكاس الى الجزيره مره اخرى، وهنقول لحضراتكم اهو استقبال واعداد وضربه ساحقه خارج الملعب، ولكن داخل الملعب، هي داخل الملعب. والنقطه الثانيه النادي الزمالك، طبعا لقاء صعب، لازم نخلي بالنا ان هذا اللقاء لقاء طبعا الزمالك ما عندوش، ما مش هيبكي على حاجه، عايز يلعب وعايز ياخد بطوله، انما الاهلي طبعا واخد الدوري، واخد سوبر، واخد افريقيا، وان شاء الله يبقى موسم استثنائي وياخد بطوله الكاس. علي ارسال مع نادي الزمالك خارج الملعب، ونقطه التعادل الشوط الاول امام حضراتكم 2-2. والارسال مع النادي الاهلي، الارسال من اعلى، احمد صلاح العالمي، احمد صلاح، يلا يا ابو حميد. احمد صلاح من احسن لعيبه في مصر في الكره الطايره، لاعب كان محترف في ايطاليا وبره وكذا حته احترف فيها هو وعبد الله عبد السلام. حائط صد ومحاوله، والنقطه الثالثه للنادي الاهلي، ويتقدم النادي الاهلي 3-2 الزمالك. والارسال كلاكيت ثاني مره مع احمد صلاح. هذا هو نهائي كأس مصر. هنقول لكم الأهلي خد كام بطولة، وخد بطولة كام بطولة كأس مصر، واخد يعني 34 دوري، واخد 21 كأس مصر، واخد 15 أفريقيا، واخد 8 بطولة عربية، 16 أفريقيا. استقبال إعداد محمد رمضان بمحاولة تعدية من أحمد عزب الشرباجي، استقبال واعداد وضربه ساحقه وحائط صد من محمد عثمان واحمد عزب، ومره ثانيه وعبد الرحمن الحسيني، والكره سجال ما بين الفريقين. اعداد محمد عثمان، يلا يا عبد الرحمن يا حسيني، كان واخد احسن ضارب، احسن لما قاعد مركز ثلاثه في البطوله الافريقيه. محاوله ثانيه مره ثانيه وحائط صد، ونقطه التعادل لنادي الزمالك. نادي الزمالك على ايدك اليمين بزيه الابيض، وقلنا التشكيل، وقلنا لحضراتكم، وقلنا المدير الفني، وقلنا تشكيل النادي الاهلي، وقلنا الحكام. يلا بقى نلعب اهو، حائط صد، لازم نخلي بالنا من التغطيه على الضارب والتغطيه على حائط الصد، ودايما بقول الحاجتين دول مهمين جدا، بنستفاد وتاخد منهم نقط. علي ارسال مع نادي الزمالك على ايدك اليمين، رقم 14 من نادي الزمالك محمد ابو لبابه، ده ليبي محترف في صفوف نادي الزمالك، بيلعب ارسال من اعلى، استقبال حسام، وضربه ساحقه من محمد عثمان. يا ولد يا عثمان، يا ولد يا عثمان، يجيب النقطه الثالثه، النقطه الرابعه، سوري، 4 الاهلي 3 الزمالك. اهي جت في حائط الصد وخارج الملعب. الارسال مع عبد الرحمن الحسيني رقم 8، عائله الحسيني، عائله كره طايره، محمد عبد الرحمن الحسيني ومحمد الحسيني اللي هو مدرب الفريق، ومحمد الحسيني. وادي نقطة للنادي الأهلي، النقطة الخامسة، 5 الأهلي 3 الزمالك. وعلى إرسال عبد الرحمن الحسيني مرة ثانية، أهو عبد الرحمن لعب إرسال إعداد من نادي الزمالك، ومحاولة مرة ثانية، ولكن جت في حائط الصد وتبقى خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. عبد الرحمن الحسيني على إرسال رقم 8، إرسال من أعلى خارج الملعب. يا عبد الرحمن نخلي بالنا يا جماعه من الارسالات القويه والارسالات الضعيفه. الارسالات القويه ممكن تخرج بره، الارسالات الضعيفه ممكن تجيب نقطه على الفريق. يبقى لازم يكون الارسال متوسط ويعدي الشبكه. ممكن يصعب هجوم الهجوم على المنافس من احنا نلعبه في الوتر وبنلعبه خلف الشبكه. محمد عادل دول على ارسال استقبال النادي الاهلي، حسام، محمد عثمان رقم 5 بيلعب كورة قوية وبيجيب منها نقطة التقدم، 6 الأهلي 4 الزمالك. خرج محمد رمضان ومعاه الكروس بتاعه عبد الرحمن سعودي رقم 15 مركز 3، على الإرسال محمد عثمان اهو اللي لسه جايب النقطة اللي فاتت.
6 الاهلي 4 الزمالك. الزمالك اعداد وضربه ساحقه من نادي الزمالك رقم 11 احمد يوسف ومحاولات من النادي الاهلي محمد عثمان، احمد صلاح بيعدي مره ثانيه اهو المعد احمد فتحي ونقطه لنادي الزمالك. يلا نعوض النقطه الخامسه مع الارسال اهو طالع وضارب رقم 11 احمد يوسف وبيجيب نقطه الخامسه. الارسال مع نادي الزمالك رقم 5 من نادي الزمالك ياسين محمد معد نادي الزمالك شاب تحت 19 سنه بيلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد حسام وطالع احمد عزب الشرباجي ومحاوله من نادي الزمالك وليبرو الفريق وخطا على النادي الزمالك. ليبرو الفريق في رقم 10 محمد رضا ليبرو الفريق بيلعبها اهو هنشوفها في الاعاده وطالع اهو رضا هيكل ومحاوله من رضا ولكن بتيجي في عصا او انتنة الشبكه بتبقى خطا على رضا ونقطه النادي الاهلي. الاهلي 7 الزمالك 5 والارسال مع نادي الاهلي ضربه ساحقه حائط صد وخارج الملعب والنقطه السادسه للنادي الزمالك. 6 الزمالك 7 الاهلي مباراه قمه مباراه قويه والاهدأ اعصابا والاحسن في المهارات في طوال المباراه سيكون هو الفائز بهذا اللقاء. نتمنى كل امنيات لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. رقم 11 احمد يوسف على الارسال استقبال النادي الاهلي حسام احمد صلاح يا ولد حائط صد خارج الملعب ثنائي زملكاوي خارج الملعب والنقطه للنادي الاهلي 8 الاهلي 8 6 الزمالك. اهو احمد صلاح طالع اعلى حته وجت في حائط الصد وخارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. الارسال مع النادي الاهلي احمد عزب الشرباجي رقم 22 احمد عزب ارسال من اعلى استقبال نادي الزمالك عداد ضربه ساحقه وحائط صد كده من عبد الرحمن سعودي ولكن نقطه النادي الزمالك. النقطه السابعه المستوى متقارب بين الفرقتين. الاهلي صعد نهائي الكاس بعد فوزه على نادي بتروجيت 3-0 والزمالك صعد لنهائي الكاس بعد فوزه على نادي طلايع الجيش 3-2 واتلعب قبل هذا اللقاء لقاء تحديد المركز الثالث والرابع وفاز فيها بتروجيت 3-1 على نادي طلايع الجيش واحمد صلاح بياخد الصيحه بعد ما جاب النقطه التاسعه. 9 الاهلي 7 نادي الزمالك وعلى الارسال عبد الرحمن سعودي رقم 15 طبعا ده موسم استثنائي لو طبعا اكيد انتهى هينتهي ان شاء الله بفوز النادي الاهلي بالاربع بطولات يبقى كابتن احمد صلاح هو وكابتن عبد الله عبد السلام اعتزلوا اللعب دوليا مع المنتخب ولكن مستمرين مع النادي الاهلي. ضربه ساحقه من نادي الزمالك من 14 محمد ابو لبابه من مركز 3 وبيجيب النقطه الثامنه. نخلي بالنا من الضرب الساحق ومن التغطيه على الضرب الساحق والتغطيه على حائط الصد والتغطيه على الارسال او الكره الاولى اللي بنقول عليها لما تكون الارسال مع النادي الاهلي مع النادي الزمالك سوري رقم 17 رضا ابراهيم هيكل هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن ارسال قوي استقبال قوي اقوى اعداد وضربه ساحقه بيلعبها بليسنج كده عبد الرحمن الحسيني يا ولد بيجيب منها نقطة كده النقطة العشرة. 10 الأهلي 8 الزمالك لعبها كده ليسنج كده بص طالع كان طالع يشوط ولكن لقى الاثنين فلعبها فوق حائط الصد ولقى حتة فاضية كده وجت في إيد رقم 14 من نادي الزمالك محمد أبو لبابة وتنزل ملعب الزمالك. المدير الفني البرازيلي سيدني بابكي وعلى الإرسال أحمد صلاح ارسال من اعلى بذراعه الايسر واستقبال نادي الزمالك 10 محمد رضا واستقبال ومره ثانيه ومحاوله للنقطه التاسعه. نخلي بالنا ان احنا عندنا معد الفريق محمد رمضان هناك محمد رضا يبقى عندنا اثنين معدين محمد رضا في الزمالك ومحمد رمضان في النادي الاهلي ومعاه بديله اللي هو بندر المحترف الكوبي رقم 11 في نادي الزمالك وبديل محمد رضا هنا في الزمالك شريف الشرقاوي رقم 9 ليبرو الفريق ايضا ليبرو الثاني ومحاوله محمد عثمان بيلعبها كده بليزنج
ولكن في محاولات وفي دفاع عن الملعب، والنقطة 11 للنادي الأهلي. الأهلي 11 9 الزمالك، والإرسال مع النادي الأهلي. رايح عبد الرحمن الحسيني على الإرسال، يلا يا حسيني. في تغيير أهو الليبرو زي ما أنا قلت لحضراتكم، محمد رمضان طالع ونزل مع ويندر اللي هو الكوبي. طبعا هما الاثنين ليبرو بيغيروا وقت ما هم عايزين او حسب تعليمات المدير الفني، ولكن عندما يكون في تغيير مراكز ويطلع على المركز المنطقه الاماميه، وحائط صد كده جميل، لا احسن ولا اروع ولا افضل من كده يا حسام يوسف، بيجيب النقطه 12 ويزداد الفارق الى 3 نقاط. اهو امام حضراتكم اهو حائط صد حسام يوسف فوق حائط فردي، وبيلعب الكوره بزاويه مظبوطه وطالع كويس وظابط نفسه وجاب نقطه 12. على الارسال عبد الرحمن الحسيني واستقبال الزمالك واعداد رضا هيكل على الضرب الصاعق، وتعدي وتيجي في الحسيني تبقى نقطه، النقطه العاشره على الشوط الاول. ولو انت قاعد امام شاشه النادي الاهلي قناه النادي الاهلي، الاهلي على ايدك اليسار، الزمالك على ايدك اليمين بزيه الابيض المعتاد، والاهلي بزيه الاحمر المعتاد، وادي نقطة لنادي الزمالك. 10 الزمالك 12 النادي الأهلي، وإرسال محمد عادل دولة، استقبال النادي الأهلي الحسيني، إعداد حسام وأحمد صلاح. يا ولد يا أبو صلاح يا ولد، هي دي، هو ده الإرسال، أو هو ده الضرب الصاحك الجميل اللي بيجي منه نقطة. أهو إعداد خلفي أهو، وطالع أبو صلاح بذراعه الأيسر، والكرة فين؟ في آخر حتة من الملعب. 13 الاهلي 10 الزمالك، وعلى ارسال النادي الاهلي محمد عثمان هيلعب ارسال من اعلى. مضيع يا محمد، ليه كده؟ نحاول نظبط. حماده عثمان، هو اسمه حماده. ارسال مع نادي الزمالك رقم 5 على الارسال، ياسين محمد معد الفريق بيدي الاشاره للكابتن وليد الخشن، وارسال من اعلى استقبال اعداد حسام يوسف، وطالع وضارب حائط صد من احمد عزب، ولكن بتيجي في حسام يوسف تبقى خارج الملعب، والنقطه 12. الفارق بقى نقطه واحده، يعني ما كنا 3 نقط لازم نخلي بالنا من التغطيه على الحائط الصد، والتغطيه على الضارب مهارتين مهمين جدا. على ارسال مع نادي الزمالك، على ارسال رقم 5 ياسين محمد معد الفريق هيلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي عزب احمد عزب حسام يوسف، ومحاوله كده بيلعبها فوق حائط الصد بليسنج كده جميل من الكرات الجميله، رايح خد هات وخد مع حسام يوسف واحمد عزب الشرباجي، وفي النهايه لعبها بليسنج احمد عزب وجاب منها النقطه. اهو احمد عزب طالع بدل ما يشوط لعبها بكلوه او مؤخره رزق ايده وجاب منها النقطه 14. حسام على الارسال ارسال قوي، استقبال نادي الزمالك اعداد رضا هيكل بيشوط وحائط صد زوجي احمد صلاح عبد الرحمن سعودي، ومحاوله مره ثانيه ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 15 ضربه ساحقه خارج الملعب. 15 الاهلي 12 نادي الزمالك. طبعا روح رياضيه جميله، بيشاوروا مع بعض اللعيبه ان الكره دي جوه، وده يقول له لا ده بره، يعني كده في تفاهم وفي روح ما بينهم. والارسال مع النادي الاهلي حسام يوسف، 15 الاهلي 12 الزمالك. فرناندو بنديز بيدي تعليماته المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي للاعيبه النادي الاهلي، ومحاوله، وادي الكره ايه نفس اللي حصل، لازم نخلي بالنا من تغطيه على حائط الصد. 14 الزمالك 15 الاهلي، 13 الزمالك 15 الاهلي، والارسال مع نادي الزمالك. على الارسال امام حضراتكم رقم 11 احمد يوسف عفيفي، استقبال احمد عزب حسام يوسف، وضربه ساحقه قويه حلوه يا احمد يا عزب يا شرباجي، من مركز 2 بيشوط من 2 ومن 4، ويعني ربنا يحميك وتسلم ايدك يا احمد. اهو حائط صد من نادي الزمالك، بتبقى خارج الملعب، ما لحقش المدافع في المنطقه الخلفيه يلحق الكوره، وادي الجهاز الفني للنادي الاهلي واحتياطي النادي الاهلي. احمد عزب على الارسال، والنتيجه 16 13. احمد عزب الشرباجي
من الاوراق الرابحه اللي كسبها النادي الاهلي هذا الموسم. وبتيجي في الشبكه احمد عزب ده جاي من نادي بتروجيت للنادي الاهلي. والنقطه 14 نادي الزمالك. ارسال ضيع من احمد عزب. محمد المهدي رقم 22 على الارسال. هيلعب ارسال محمد من اللعيبه المتميزه. ارسال من اعلى استقبال مره ثانيه ومحاوله يا عزب يا حسيني يا حسيني نخلي بالنا على الكوره ونلعب في المنطقه الفاضيه. هو بيأنب نفسه مع نفسه عبد الرحمن الحسيني عشان الكوره اللي عدت دي هو طالع واخد ارتقاء واخد الوزن والكوره جت خارج الملعب. وقت مستقطع طلبوا اكيد طبعا فرناندو بنتيز عشان يشوف الفارق كان 3 نقاط باصبح نقطه وماشيين كده 12 9 16 15 دلوقتي والوقت المستقطع مدته 30 ثانيه وكل مدير فني له 2 وقت مستقطع. طبعا تم الغاء الوقت المستقطع الفني للمباراه اللي كان عند نقطه 16 والنقطه 8 وده طبعا لتشويق والاستمتاع ب الكرة الطايرة ولعب الكرة الطايرة وتم إلغائها بعد بطولة العالم الماضية. انتهى الوقت المستقطع والإرسال مع نادي الزمالك. محمد المهدي رقم 22 ادي البرازيلي سيدني المدير الفني لنادي الزمالك اللي جه بعد ما كان خرج النادي الزمالك من الدوري وخرج واتهزم في السوبر خارج الملعب. خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة 17 خارج الملعب. وعلى الإرسال عبد الرحمن سعودي رقم 15 مركز بيلعب ثلاثات عبد الرحمن من اللعيبة المتميزة واللي هيكون لها مستقبل إن شاء الله كويس. أدي النادي الأهلي لعب أو وصل فاز على النادي الزمالك في نهائي السوبر 3-1 وده كان أول مباراة بين الأهلي والزمالك. مرة تانية ومحاولات للدفاع عن الملعب وادي كورة كده بيدافع حمادة عثمان مرة تانية عبد الرحمن الحسيني وقعد صد واحمد صلاح. بص التغطية على الضارب اهي على طول اهي دفاع عن الملعب نادي الزمالك احمد يوسف وطالع رضا هيكل وقعد صد في دفاع اهو عن حاط الصد احمد عزب وخارج الملعب وتاتش بلوك جت في ايد لاعب نادي الزمالك وخارج الملعب والنقطة 18 للنادي الاهلي. رجعنا تاني 3 نقاط اهو 18 15 بدليل ان النادي الاهلي احسن فورمته احسن لسه لاعب افريقيا لسه مخلص افريقيا ولعب على طول وفاز على بتروجيت 3-0. اللقاء الثاني اللي كان بين نهائي الدوري خلص 3-0 لصالح النادي الاهلي. اللقاء الثاني في النهائي برضو 3-0 للنادي الاهلي في الدوري. مشوار الاهلي في دور ال 16 ادي وقت مستقطع طلبه نادي الزمالك المدير الفني سيدني البرازيلي. الاهلي في دور ال 16 لعب مع هليوبلس فاز عليه 3-0 دور ال 16. دور ال 8 فاز على سموحه 3-1. نصف النهائي فاز على بتروجيت امس 3-0 ودور ال 16 لنادي الزمالك الزمالك فاز على الداخليه 3-0 وفاز على الطيران في دور ال 8 3-0 وفاز على طلائع الجيش 3-2 في دور قبل النهائي اللي كان امس ايضا في صالة مغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية. عبد الرحمن سعودي على الإرسال و18 الأهلي 15 الزمالك. إرسال من أعلى استقبال ضربة ساحقة ونقطة للنادي الزمالك. نخلي بالنا نخلي بالنا من الضربات الساحقة بالذات رضا هيكل أهو وبالذات رقم 14 من نادي الزمالك اللي هو محمد ابو لباب اهو. ادي الجهاز الفني للنادي الاهلي رضا هيكل على الارسال. ارسال قوي استقبال النادي الاهلي محمد رمضان ما يجراش حاجه نعوض المره دي يلا نعوضها. فارق نقطه اهو رجع الفارق نقطه تاني. طبعا تفكير عميق من المدير الفني فرناندو بنتيز بيحاول يفكر وهو طالب وقت مستقطع عشان عايز يوقف
كده خد النادي الاهلي في الوقتين بتوعه مع انه متقدم، ولكن هو عايز يوقف حماس لاعبي نادي الزمالك وعايز يمتص حماسهم وعايز يصحح الاخطاء اللي كانت عندنا اهو. وهو بيوضح تعليماته بحضور محمد الحسيني ومحمد السيد مدربي الفريق الاثنين. انتهى الوقت المستقطع الثاني اللي طلبه النادي الاهلي، والارسال مع نادي الزمالك 17 الزمالك 18 الاهلي. رضا هيك على الارسال، استعداد كده وترقم من لاعبي او النادي الاهلي لاستقبال الارسال ومحاولات منهم عشان نقلل الفارق. وادي محاوله كده ودفاع الملعب احمد صلاح، حسام يوسف هيعدي الكره، عدها صوابع مره ثانيه نادي الزمالك، اعداد 14 ابو لبابه وحائط صد تاتش بلوك ونقطه التعادل. نقطه التعادل 18 18 الشوط الاول من مباراه الكره الطايره، قمه الكره الطايره في كاس مصر، نهائي كاس مصر، النادي الاهلي ونادي الزمالك امام حضراتكم. والنتيجه الشوط الاول 18 الاهلي 18 الزمالك، والارسال مع نادي الزمالك، وعلى الارسال رضا هيكل رقم 17. رضا ابراهيم هيكل هيلعب ارسال من اعلى، استقبال محمد رمضان، استقبال ومعاه احمد عزب بيلعب الكوره، بيعدي صوابع عبد الرحمن الحسيني مره ثانيه، بيحاول يشوط وحائط صد حماده عثمان. يا ولد يا حماده، بياخد نقطه كده من حائط الصد وبيجيب النقطه 19 ويتقدم اهو 20. بيضرب اللي هو محمد عادل سلامه، ولكن حماده عثمان بيضرب او بيطلع حائط صد وبيجيب نقطه التقدم 19 الاهلي 18 الزمالك. والارسال مع العالمي احمد صلاح، يلا يا ابو صلاح هات ايس كده، خلينا نفرق نقطتين. ارسال من اعلى، استقبال محمد رضا، اعداد وضربه ساحقه من نادي الزمالك، اعداد من اشرف اللقاني رقم 3، والنقطه نقطه التعادل. نقطه التعادل تسعتاشر الاهلي 19 الزمالك، وعلى الارسال 14 محمد ابو لبابه. استقبال النادي الاهلي واعداد حسام احمد صلاح، ومحاوله كده مره ثانيه ودفاع عن الملعب والكره سجال بين الفريقين. وادي ضربه ساحقه، نخلي بالنا من حائط الصد عبد الرحمن الحسيني، عدت منه 20 الزمالك 19 الاهلي اهو، اعداد خلفي وطالع عبد الرحمن الحسيني ما خدش باله في الزاويه بتاعه الضرب. الارسال مع نادي الزمالك، ابو لبابه على الارسال، محمد ابو لبابه لاعب ليبي محترف في صفوف نادي الزمالك، استقبال حسام يوسف، يلا يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن بقى، يلا يا شيخه، ايوه كده نقطه التعادل. 20 الاهلي 20 الزمالك، عبد الرحمن الحسيني على الارسال اهو، لعبها كده خلف حائط الصد او فوق حائط الصد وجت من تحت الشبكه من كابتن محمد عادل او عماد عادل لاعب الزمالك. مره ثانيه ضرب ارسال من نادي الاهلي على الحسيني، ومحاولة تانية ودفاع عن الملعب من عبد الرحمن الحسيني واعداد حسام يوسف. يا ولد حمادة عثمان بيلعب سريع كده، ومرة تانية في دفاع عن الملعب الحسيني، وضربة ساحقة من احمد عزب. يا ولد يا عزب يا ولد، هي دي من مركز اربعة النقطة 21 21 الاهلي 20 الزمالك اهو. حسام يوسف وطالع احمد عزب بالمقاس، خد خطوات الارتقاء وخطوات الوزن والضرب والوقت المستقطع الثاني للنادي الزمالك اللي طلبه ساندي المدير الفني البرازيلي لنادي الزمالك، والنتيجه تقدم الاهلي 21 20.
امتحان امتحان ليك حامي امتحان صراحه. يلا حسيني يلا يندر حماده بلوك يا حماده الارسال مع النادي الاهلي عبد الرحمن الحسيني. التقدم للاهلي 21-20. الارسال ارسال من اعلى الحسيني استقبال نادي الزمالك وادي المحاوله من حائط صد ناجح من النادي الاهلي من حماده عثمان واحمد عزب والنقطه 22 وتقدم وفارق نقطتين. يلا يلا ناخد الجيم ده عشان يكون دفع للجيم الثاني ان شاء الله. اهو حائط صد ناجح بيجيب نقطه حماده عثمان واحمد عزب الشرباجي. يا سلام عليكم يا سلام. الارسال مع النادي الاهلي عبد الرحمن الحسيني 22-20 الزمالك وادي اعداد ومحاوله مره ضربه ساحقه ودفاع الملعب حماده عثمان احمد صلاح. حسام يوسف بيعدي الكوره خلفيه لملعب نادي الزمالك ومحاوله ودفاع عن الملعب مره ثانيه وادي ضربه ساحقه من محمد عادل احمد يوسف وادي ضربه ساحقه من محمد عادل من مركز ثلاثه والنقطه 21 والفارق نقطه لسه فارق احنا الاهلي فارق. عفوا الارسال مع النادي مع نادي الزمالك محمد عادل دوله على الارسال ارسال من اعلى استقبال محمد رمضان اعداد حسام يوسف يلا يا حسيني يلا يا شرباجي محاوله مره ثانيه نادي الزمالك ضربه ساحقه وخطا على النادي الاهلي ونقطه التعادل خطا شبكه ونقطه التعادل على 22-22 اهو بص في خطا من جت ايد احمد عزب اعتقد وهو طالع يعمل حائط الصد. الارسال مع محمد عادل استقبال نادي الاهلي على الحسيني وضربه ساحقه من حماده عثمان ترجع نادي الاهلي احمد صلاح ونقطه والكره ماشيه ما فيهاش حاجه مستمره الحكم ما صفرش وهي ما زالت مستمره. حسام يوسف احمد عزب طالع تاتش بلوك ونقطه للنادي الاهلي جت في لاعب حائط الصد 23 الاهلي 22 الزمالك في كلام ما بين اللعيبه كده على ان الكره لمست الشبكه. كابتن وليد الخشن الحكم الدولي بيطلب من لاعبي نادي الزمالك بيرجعوا الى ملعبهم اهو. في تغيير هيعمله النادي الاهلي اهو وليد الكابتن وليد بينادي على فريق لاعبي نادي الزمالك وطبعا روح رياضيه عبد الرحمن الحسيني بيسلم عليهم. 14 نازل من النادي الاهلي سيف عابد نزل اعتقد مكان الحسيني. دي كرة اللي كان فيها الكلام. سيف عابد على الرساله هو اللي نزل مكان مين مكان اقول لحضراتكم مكان حماده عثمان مكان حماده عثمان. لسه ما زال في كلام ما بين احمد صلاح وما بين الحكم وانذار لاحمد صلاح ولا لمين رقم 2 يقصد. انذار برضو للاعب نادي الزمالك رقم 10 اهو هم اتصالحوا الاثنين احمد صلاح ورقم 10 من نادي الزمالك اللي هو محمد رضا ليبرو الفريق. الحكم الثاني شاور وعلى الارسال حاسب حسن عابد والتقدم للنادي الاهلي 23-22. طبعا مباراه حساسه واي نقطه فيها هتفرق مع اي فريق. اعداد من 14 بولبابا ومحاوله وكده دفاع عن الملعب من كابتن احمد صلاح ولكن التعادل 23-23 الاهلي 23 الزمالك 23. الحقش الكابتن احمد صلاح الكوره
في تغيير اهو، حسام يوسف خارج ونازل عبد الله عبد السلام بقى كده المعد الرئيسي للنادي الاهلي عشان يدي دفعه للاعبين، عشان هو حاسس ان حسام مثلا تعب او حاجه وهيغيره تغيير فني عشان عبد الله عنده لمسات اكتر يمكن في حائط الصد وفي الارسالات وفي الدفاع. استقبال عبد الله عبد السلام بيعد خلفي لاحمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ابو صلاح، نقطه 24، النقطه 24 وجت في لاعب وخرجت من لاعب نادي الزمالك. 24 الاهلي 23 نادي الزمالك. في تغيير اهو عمله احمد صلاح، خرج اعتقد اهو اقول لكم عليه. ارسال مع عبد الله عبد السلام، يلعب ارسال من اعلى اهو، نزل محمد عصران اعتقد رقم 9 ومحاوله وحائط صد وخارج الملعب والنقطه التعادل 24 24. المباراه هتبقى قويه وقلنا لحضراتكم الشوط الاول 24 24 ماشي نقطه نقطه، واخد وقت اكيد كبير اهو، جت في ايد لاعب نزلت ملعب النادي الاهلي والارسال مع احمد يوسف. استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله عبد الرحمن سعودي خارج الملعب 25 الزمالك 4 اهو. عبد الرحمن سعودي طالع ضرب سريع ولكن الزاويه جت مفتوحه شويه خارج الملعب. الارسال مع نادي الزمالك في تغيير اهو، رقم 16 نازل محمد محسن، 16 محمد عبد المحسن مكان عبد الرحمن سعودي، محمد عبد المحسن. الاهلي بيعمل تغييرات طبعا عشان عايز ياخد هذا الشوط اهو. استقبال اعداد عبد الله وحائط صد والنقطه 26 وياخد الشوط الاول نادي الزمالك 26 24 لنادي الزمالك. الراحه ما بين الشوطين، الشوط الاول والثاني، ونعود لحضراتكم مره تانية ما مع حضراتكم مرة تانية في الشوط الثاني من مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس مصر. على إيدك اليمين النادي الأهلي بزيه الفانلة الحمراء والشورت الأسود، وعلى إيدك اليسار النادي الأهلي بزيه الأبيض.
وطبعا انتهى الشوط الاول زي ما قلنا لحضراتكم 26-24 لصالح نادي الزمالك. طبعا لازم ننزل نلعب، اهم حاجه قلنا التغطيات على حائط الصد وعلى الضرب الساحق وعلى ونلعب ارسالات قويه ونخلي بالنا من البليسنج اللي بيلعبه لاعبي نادي الزمالك، ونخلي بالنا من الضربات الساحقه وحوائط الصد عشان نحاول ناخد هذا الشوط ونتعادل ونبدا مره ثانيه، يبقى نبدا مره ثانيه في الشوط الثالث. ادي النادي الاهلي على ايدك اليمين تشكيل حسام يوسف رقم 12، احمد صلاح رقم 4، وحماده عثمان رقم 5، احمد عزب الشرباجي 22، عبد الرحمن الحسيني رقم 8، عبد الرحمن سعودي رقم 15، وادي الليبرو محمد رمضان، ومز معاه ويندر الكوبي المحترف، وخرج عبد الرحمن سعودي طبعا كابتن الفريق عبد الله عبد السلام بيشجع اللعيبه كويس جدا وعمال ينادي عليهم. وادي نادي الزمالك على ايدك اليسار محمد المهدي 22، محمد احمد فتحي 1، ياسين محمد رقم 5، احمد يوسف رقم 11، محمد ابو لبابه 14، رضا هيكل رقم 17، ومحمد رضا ليبرو الفريق رقم 10. امام حضراتكم اهم ادي الفريقين، تشكيل الفريقين. المدير الفني لنادي الاهلي الاسباني فرناندو بنتيز طبعا تعليماته، وهيشوف الاخطاء اللي وقع فيها لاعبي النادي الاهلي في الشوط الاول، وبرضه سيدني المدير الفني لنادي الزمالك يشوف اخطاء لاعبي نادي الزمالك. النقطه الاولى النادي الزمالك في الشوط الثاني ومحاولات كده، لازم نخلي بالنا من ضربات الساحقه من بالذات من محمد ابو لبابه ورضا هيكو رقم 17، ومن برضو محمد عادل سريع بيضرب من مركز 3، دول اللعيبه اللي بيضربوا كويس جدا في نادي الزمالك. اما النادي الاهلي طبعا احمد صلاح وعبد الرحمن الحسيني واحمد عزب وحماده عثمان وكل اللعيبه بالتوفيق، وحائط صد ونقطه التعادل للنادي الاهلي. حماده عثمان بص يعني ضارب وطالع وعامل حائط صد قوي وبيجيب النقطة الأولى نقطة التعادل. رايح على الإرسال محمد عبد الرحمن الحسيني رقم 8، أهو طالع حماد عثمان بص حائط صد قوي جدا وجاب منها النقطة الأولى للنادي الأهلي. إرسال من أعلى عبد الرحمن، استقبال إعداد رقم 5 ياسين، وضربة ساحقة ومحاولة ونقطة لنادي الزمالك، خطأ على لاعبي النادي الأهلي في حائط الصد أهو. طالعين اهو، طالع في لمس شبكه اعتقد، لمس شبكه من احد لاعبي نادي الزمالك اللي كان طالع احمد صلاح وكان معاه اعتقد حسام يوسف. 2 الزمالك 1 الاهلي، وعلى الارسال رقم 14 ابو لبابه الليبي المحترف في صفوف الزمالك، حسام يوسف وضربه ساحقه قويه مرة تانية بترجع النادي الأهلي، ضربة ساحقة ضربات سريعة من حمادة عثمان، وادي ضربة خارج الملعب ونقطة التعادل للنادي الأهلي. 2 الأهلي 2 الزمالك، قلنا الاثنين مستواهم متقارب. الشوط الأولاني خلص لصالح نادي الزمالك 26-24، وأعتقد خد وقت يعني حوالي أكتر من نص ساعة أو يعني حوالي 25 دقيقة، لا هو تقريبا نص ساعة. حمادة عثمان على الإرسال، 2 الأهلي 2 الزمالك، والإرسال من أعلى، استقبال محمد رضا وإعداد وضربة ساحقة وحائط صد ناجح من حسام يوسف كده من مركز 2 يا ولد يا حسام. 3 الأهلي 2 الزمالك، أهو حسام طالع بص طالع ويعني حط الضربة رجع الكرة لنادي الزمالك ملعب نادي الزمالك، والنقطة الثالثة. حمادة عثمان على الإرسال رقم 5، حماده هيلعب ارسال، بيلعب في مركز ثلاثات حماده اصلا. ارسال من اعلى حماده، استقبال نادي الزمالك محمد رضا، اعداد وضربه ساحقه خارج الملعب من رضا هيكل، نقطه للنادي الاهلي، التقدم للنادي الاهلي 4 الاهلي 2 الزمالك، دبل سكور. يلا بقى نزود الفارق كده وناخد نقاط اكتر. حمادة عثمان على الإرسال، 4 الأهلي 2 الزمالك، يلا يا حمادة. استقبال من أعلى نادي الزمالك، إعداد وضربة ساحقة وحائط صد، يا سلام على حائط الصد،
صاد زوجي من عبد الرحمن سعودي. وهنشوف حضراتكم في الاعاده 5-2 وفارق 3 نقاط اهو اهو. ادي يعني حائط صد ولا اروع ولا احسن من عبد الرحمن سعودي، حائط صد فردي ومعاه احمد عزب الارسال حماده عثمان، ارسال هيلعب ارسال من اعلى والتقدم للاهلي بفارق 3 نقاط، 5 الاهلي 2 الزمالك، وحائط صد اهو خارج الملعب من حسام يوسف، 3 الزمالك 5 الاهلي. الارسال مع محمد عادل دولا، استقبال النادي الاهلي محمد رمضان، اعداد حسام يوسف يا ولد يا سعودي من مركز 3 بيضرب سريع كده وبيجيب النقطة الستة، يتقدم النادي الاهلي 6-3 دابل سكور 6-3. حسام يوسف على الارسال النادي الاهلي، يلا يا حسام معد النادي الاهلي، حسام بيلعب ارسال من اعلى استقبال الزمالك، اعداد ياسين هناك في مركز 4 ومحاوله حائط صد في تغطيه، بص بقى اهي التغطيه دي على 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 حائط الصد بتدي حاجه ثانيه. معلش يا حسام معلش يا حسام، جت في ايدك وخرجت بره، ونقطه لنادي الزمالك النقطه الرابعه. 4 الزمالك 6 النادي الاهلي اهو، شايط اهو محمد المهدي، لا مش محمد المهدي، رضا هيكل او لابو لبابه شايط خلفي، وجت في ايد حسام يوسف وتبقى خارج الملعب. ارسال مع نادي الزمالك 4 الزمالك 6 الاهلي، ارسال مع رقم 5 ياسين بيلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، اعداد ضرب خلفي يا ولد عبد الرحمن الحسيني سريع وخلفي، يعني بيبقى صعب شويه ولكن هو بيجيده اهو امام حضراتكم اهو، طيب جاي من المنطقه الخلفيه وضارب وجاب منها النقطه السابعه. 7 الاهلي 4 الزمالك، احمد عزب على الارسال، ارسال من اعلى استقبال نادي الزمالك، اعداد ياسين ومحاوله وضربه ساحقه وتيجي في حائط الصد تبقى تاتش بلوك، تاتش بلوك على عبد الرحمن سعود على عبد الرحمن الحسيني اهو، طالع اهو طالع، بص اهو طالع عبد الرحمن الحسيني والسعودي مع بعض، وجت في ايه تاتش بلوك وجت في لاعب منهم. 4 الزمالك 7 الاهلي، وعلى ارسال احمد يوسف، ارسال من اعلى بيجي في الشبكه ونقطه للنادي الاهلي النقطه الثامنه. 8 الاهلي 5 الزمالك، زاد الفارق رجع 3 نقاط ثاني اهو. الارسال مع عبد الرحمن سعودي رقم 15 يلعب ارسال من اعلى، استقبال نادي الزمالك محمد رضا، محاولة مرة تانية وأبو لبابة بيضرب من مركز 4، قلنا نخلي بالنا من أبو لبابة ونخلي بالنا من رضا هيكل ونخلي بالنا من محمد عادل يا جماعة وهم بيضربوا، طلع أهو طالع يضرب هناك في مركز 4 أبو لبابة، ضرب وعدى حائط الصد اللي هو أحمد صلاح طالع معاه، ونقطة لنادي الزمالك. 6 الزمالك 8 الأهلي، ومهدي على الإرسال محمد مهدي، ارسال من اعلى مع الوزن ارسال قوي استقبال عزب، اعداد حسام طالع عبد الرحمن الحسيني وشايط يا ولد تيجي في حائط الصد المشروخ لنادي الزمالك، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه الاهلي 9 الاهلي 6 الزمالك. الشوط الثاني مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. ارسال احمد صلاح على الارسال العالمي، هيلعب ارسال من اعلى ارسال احمد صلاح استقبال اعداد ومحاوله وحائط صد من نادي الاهلي خارج الملعب، والنقطه السابعه لنادي الزمالك. حائط الصد ايديه كانت مفتوحه شويه فالكره خرجت بره الملعب، ونقطه اهو بص حائط الصد من حماده عثمان. ارسال نادي الزمالك رضا هيكل على الارسال، رضا هيكل هيلعب ارسال من اعلى استقبال نادي الاهلي احمد عزب،
اعداد حماده عثمان الحسيني. يا ولد يا حسيني، يا ولد يا حسيني، كره قويه وضربه صح قويه من مركز اربعه من عبد الرحمن الحسيني، بيجيب النقطه العشره. 10 الاهلي، 7 الزمالك، والحسيني رايح الارسال اهو، طالع اهو في مركز اربعه وضارب وجت في حائط الصد وخرجت بره. على الحسيني على الارسال، ارسال من اعلى استقبال الزمالك اهو طالع، ومحاوله لتسجيل نقطه من النادي الاهلي مره ثانيه. ابو لبابه بيلعبها صوابع احمد صلاح، واحمد عزب طالع مضارب يا ولد، والنقطه 11. حلوه يا احمد يا عزب. 11 الاهلي، 7 الزمالك، فارق 4 نقاط اهو. حسام يوسف بيعد لعزب وطالع وضارب فوق حائط الصد، ونقطه للنادي الاهلي. وقت مستقطع طلب المدير الفني البرازيلي ساندي، طبعا فارق 4 نقاط. تعليمات اهو كابتن فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي، ومساعديه محمد حسيني ومحمد السيد، ومحمد السيد ومحمد الحسيني اهو. نادي الزمالك سيدني المدير الفني البرازيلي محمد عبد المنعم، الجهاز الفني المعاون لنادي الزمالك محمد عبد المنعم محمد علي، وهاني سمير محلل التقني، ودكتور احمد سعودي طبيب الفريق، عبد الرحمن بسيوني اخصائي العلاج الطبيعي، احمد شعلان مدير اداري، حسن الحسنين اداري الفريق، احمد سالم مخطط احمال، حاتم انديل مدلك، سعيد ابو العلا شؤون لاعبين. اما النادي الاهلي طبعا بتشكيله الجهاز الفني، فرناندو بنتيز مدير فني اسباني، محمد السيد مدرب عام، محمد حسيني مدرب الفريق، عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، احمد محمد اسامه اداري الفريق. ارسال ونقطه للنادي الاهلي، نقطه، وفي اعتراض من لاعبي نادي الزمالك على القرار. كارت احمر للاعب نادي الزمالك، ولا المدير الفني هنشوف اهو. ادي الكره معاده اهي، الارسال مع النادي الاهلي، عبد الرحمن الحسيني يلعب ارسال من اعلى استقبال وتيجي في الشبكه، ونقطه لنادي الزمالك النقطه الثامنه. دي مفروض عليها نقطه اللي هي الكارت الاحمر، يبقى كده الاهلي 13 والزمالك 8. الارسال مع نادي الزمالك 8 الزمالك 13 الاهلي. ابو لبابه على الارسال، استقبال النادي الاهلي، اعداد حسام يوسف، احمد عزب، برافو برافو برافو، تسلم ايدك يا احمد يا عزب، شايط جت في حائط الصد ونزلت ملعب الزمالك، وتبقى دي النقطه رقم 14. 14 الاهلي، 8 الزمالك، والارسال مع النادي الاهلي. حماده عثمان رايح على الارسال، استقبال محمد رضا، اعداد ياسين، ضربه ساحقه ونقطه لنادي الزمالك. 9 الزمالك، 14 الاهلي، الاهلي طبعا فارق 5 نقاط. يلا بقى ناخد هذا الشوط ونتعادل ونخش على الشوط الثالث بروح معنويه عاليه ان شاء الله. محمد عادل الارسال نادي الزمالك،
دولة على الإرسال، إرسال من أعلى، استقبال الأهلي، إعداد حسام يوسف، ضرب سريع من عبد الرحمن سعودي ودفاع عن الملعب ومحاولة مرة تانية، حسام، أحمد صلاح وإرسال ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 15. ضربة ساحقة من أحمد صلاح أهي في الإعادة أهي، بص إعداد خلفي لأحمد صلاح وطالع أحمد صلاح وضارب، جت في لاعب نادي الزمالك وأبو لبابة وقعت في ملعب نادي الزمالك. أدي كابتن خالد مرتجي نائب رئيس القائم بأعمال نائب رئيس نادي الزمالك وأمين الصندوق، وبجواره كابتن طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكورة الطايرة في المقصورة الرئيسية لنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة. الإرسال مع النادي الأهلي، حسام يوسف 15 الأهلي 9 الزمالك، 6 نقاط فارق، ده أكبر نقاط فارق في الشوطين. بيمسحوا أرضية الملعب في ملعب نادي الزمالك، لاعيبة الزمالك طلبوا لأن كان في مطرح وقوع أحد اللاعبين، كان في عرق على الأرض. أدي لاعيبة نادي الزمالك، لاعيبة نادي الأهلي الاحتياط، محمد عصران ومحمد عبد المحسن وجميع لاعبي الاحتياط في منطقه التحسين او الاحماء لنادي الاهلي. الارسال مع النادي الاهلي، حسام يوسف معد الفريق، حسام هيلعب ارسال من اعلى، ارسال قوي خارج الملعب يا حسام، احنا ما ولا عاوزين يلعبوا قوي ولا نلعب قوي قوي ولا ضعيف قوي. 10 الزمالك 15 الاهلي، والارسال مع الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، حسام يوسف وضارب عبد الرحمن سعودي مرة تانية ومحاولة اهو ويعدي الكرة، استقبال ضربة ساحقة وحائط صد من نادي الزمالك مرة تانية، وادي عبد احمد عزب يا ولد يا عزب، والنقطة 16. احمد عزب كده بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا احمد. نزل الليبرو ويندر اهو مكان محمد رمضان زميله، جت في لاعب في نادي الزمالك اهو وهو شايطها وخرجت بره الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 16. الاهلي 16 10 الزمالك، مباراه القمه بين الكره الطايره في الكره الطايره بين فريقي الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر، والشوط الثاني الاهلي متقدم بفارق 6 نقاط. احمد عزب الشرباجي، استقبال اعداد وضربه ساحقه ومحاوله دفاع عن الملعب، ولكن نقطه لنادي الزمالك. الإرسال مع نادي الزمالك، أحمد يوسف، حكمنا الدولي وليد الخشم بيشاور بيسمح باللعب بالارسال، ارسال من اعلى، احمد يوسف استقبال النادي الاهلي، اعداد وحسام يوسف وضربه ساحقه خلفيه، احمد عزب الشرباجي يا ولد يا ولد يا احمد عزب، نقطه 17 اهو في الاعاده. بص حسام يوسف طالع وده يعني عدد له الكوره اعداد كده ولا اروع ولا احسن من كده. عبد الرحمن سعودي رقم 15 ارسال، 17 الاهلي 11 الزمالك، الشوط الثاني، ارسال من اعلى، استقبال نادي الزمالك، اعداد ياسين ورضا هيكل ضارب، ونقطه للنادي الاهلي خارج الملعب، خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي، نقطه 18. الاهلي فارق كده 7 نقاط، 7 نقاط 18 11، والارسال وقت مستقطع طلبه طبعا اكيد المدير الفني ساندي البرازيلي، والنقطة 18 الأهلي 11 الزمالك. وادي الجهاز الفني للنادي الأهلي الأسباني فرناندو بنتيز ومعاونيه محمد السيد ومحمد الحسيني وباقي الجهاز، وعبد الله عبد السلام كابتن الفريق، محاولات منهم
طبعا لإعطاء الحماس وإعطائهم روح معنوية عشان يفوزوا بهذا الشوط. فارق 7 نقاط 18-11. عبد الرحمن سعودي على الإرسال، في تغيير هيعمله النادي الأهلي، رقم 19 مصطفى دبشة نازل، ومصطفى إبراهيم مكان رقم 11 اللي هو أحمد يوسف. مصطفى محمد إبراهيم أو بنقول عليه مصطفى دبشة أو دبشة. الإرسال مع النادي الأهلي، عبد الرحمن سعودي بيلعب إرسال من أعلى، 18 الأهلي 11 الزمالك، إعداد ياسين، ضربة ساحقة أبو لبابة ومحاولة لتقليل الفارق، وأدي الدفاع عن الملعب مرة تانية نادي الزمالك، أدي طالع ولكن نقطة 12 الزمالك 18 الأهلي. الإرسال مع نادي الزمالك، محمد المهدي رقم 22. مش لاقيين الكورة ولا إيه يا جماعة؟ وإحنا في آخر الماتش، إحنا في ماتش كورة ولا إيه؟ محمد المهدي على الإرسال رقم 22. 12 الزمالك 18 الاهلي، فارق 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. المهدي على الارسال، استقبال حسام يوسف، احمد صلاح، يا عالمي النقطه 19 ويتقدم النادي الاهلي 19 الاهلي 12 الزمالك، ورايح العالمي على الارسال. احمد صلاح هو طالع وضارب من اقصى نقطه او من اعلى نقطه بيجيب منها النقطه 19. احمد صلاح على الارسال، ابو صلاح يا عالمي، يلا عائله رياضيه كره الطايره، محمد احمد صلاح ومحمد صلاح وياسر صلاح، كل دول كانوا بيلعبوا في الفريق الاول لكره الطايره للرجال النادي الاهلي. ارسال ضايع، معلش تغيير نادي الزمالك، رقم 7 نازل من نادي الزمالك مروان الصافي مكان خمسة اللي هو ياسين. ارسال هيكل، استقبال نادي الاهلي ومحاوله مره ثانيه واعداد محمد رضا. دولبي بيعد وبولبابا بيلعب الكوره، بيلعبها بليسنج، ولكن في دفاع على ملعب محمد رضا ومحمد رمضان ملب للنادي الاهلي، ولكن نقطه للنادي الزمالك، النقطه 14 اهي، هنعيدها مره ثانيه اهو. حسام يوسف بيعد وطالع، احمد عزب بيشوط، ولكن تيجي في حائط الصد، ترجع ملعب النادي الاهلي ونقطه للنادي الزمالك. الزمالك 14 الاهلي 19، وقت مستقطع اكيد طلب الكابتن فرناندو عشان يهبط لاعبي نادي الزمالك او يمتص حماسهم. وطبعا لاعبي النادي الاهلي فارقين بخمس نقاط فارق اهو. الارسال مع نادي الزمالك، رضا هيكل 17 14 الزمالك 19 الاهلي، فارق 5 نقاط لصالح النادي الاهلي. رضا هيكل يلعب ارسال من اعلى، يجي في الشبكه ويضيع، والنقطه 20 للنادي الاهلي. الاهلي 20 14 للزمالك، تغيير للنادي الزمالك 3 داخل وخرج رضا هيكل، 3 اللي هو اشرف اللقاني ورضا هيكل اللي هو رقم 17. تغيير للاهلي تغييرين، حسن عابد او سيف حسن عابد نازل مكان احمد صلاح، وعبد الله عبد السلام مكان حسام يوسف اللي هو معد الفريق. عبد الرحمن الحسيني هو بيريح طبعا لعيبه الاهلي، يعني هو وصل 20 وفارق 6 نقاط. والحسيني على الارسال، ارسال من
النادي الاهلي. عبد الرحمن بيلعب ارسال من اعلى استقبال الزمالك، اعداد رقم 3 اشرف اللقاني ومحاوله وضيع النقطه، والنقطه 21. 21 الاهلي 14 نادي الزمالك. مباراه القمه الشوط الثاني بين فريقي الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر بملعب نادي النادي او صاله مغطاه بنادي النادي بالعاصمه الاداريه الجديده. ارسال عبد الحسين على الارسال خارج الملعب، يا حسين خارج الملعب. النقطه 15 الزمالك والاهلي 21، 6 نقاط فارق. ورايع الارسال رقم 14 ابو لبابه، لبابه لبابه محمد ابو لبابه، ارسال من اعلى المحترف الليبي في صفوف الزمالك عبد الله عبد السلام، ومحاوله من احمد عزب الشرباجي. تسلم ايدك يا ابو حميد، تسلم ايدك يا ابو حميد. والنقطه 22 اهو، عبد الله عبد السلام طالع واحمد عزب اهو طالع وضارب من تيجي في لاعب نادي الزمالك وتبقى خارج الملعب ونقطه. وادي عصران رقم 9 طبعا نزل مكان الليبرو محمد رمضان. عصران هيلعب الارسال، ارسال من اعلى عصران محمد عصران استقبال الزمالك، اعداد اشرف اللعيني وضربه ساحقه ومحاوله ونقطه للنادي الزمالك. النقطه 16 الاهلي 3 نقاط وينهي الشوط، هيبقى متعادل 1-1. يبقى فاضل لك شوطين يا اهلي وتفوز بكاس مصر، يبقى انت كده عملت موسم استثنائي، فزت باربع بطولات السوبر والدوري والكاس وبطوله افريقيا. اعداد احمد عزب مره ثانيه وحائط الصد من نادي الزمالك والنقطه 17. هي في الاعاده اهي طالع حائط الصد بتاع النادي الاهلي وبيرجع نادي الزمالك ويرجع الكوره الى ملعب النادي الاهلي ونقطه لنادي الزمالك. 17 22 محمد عادل دولي على الارسال استقبال، اعداد عبد الله عبد السلام بقى كده وضرب خلفي من محمد من عبد الرحمن الحسيني ودفاع للملعب وفعلا انقذ الكوره اهو امام حضراتكم مصطفى دبشه، وضربه ساحقه سريعه من عبد الرحمن السعودي اللي بيجيب نقطة 23 ويتقدم النادي الأهلي 23-17، فارق 6 نقاط طبعا يعني مش عارف مش عايز أقول صعبة لكن مستحيل يعني مستحيل إن هم يوصلوا للتعادل. الأهلي متقدم 23-17، سيف عابد على الإرسال طبعا ده فارق النقاط ده بدليل إن الفرقة النادي الأهلي متمتعة بالإمكانيات والمهارات وبأفضل الأفضل في كل شيء. النقطة 18 18 الزمالك الأهلي 23 والإرسال مع نادي الزمالك رقم 1 أحمد فتحي رقم 7 سوري مروان الصافي رقم 7 مروان الصافي على الإرسال، هيلعب إرسال من أعلى مروان استقبال قبلها بتيجي في الشبكة ونقطة للنادي الزمالك، نقطة للنادي الأهلي 24 للأهلي 18 للزمالك نقطة، وينتهي هذا الشوط للنادي الاهلي والتعادل، هيبقى التعادل 1-1 في الاشواط. احمد عزب الشرباجي على الارسال، عزب على الارسال من الاوراق الرابحه للنادي الاهلي مركز 2 ومركز 4 وبيجيد الضربه الساحقه خارج الملعب يا احمد، وبيجيد الضربات الساحقه من مركز 3 ايضا. 19 الزمالك 24 الاهلي. مصطفى دبش على الارسال، مصطفى هيلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله وضربه ساحقه من عبد الرحمن سعودي وتيجي بنقطه للنادي الاهلي اهي، تيجي في حائط الصد وتبقى خارج الملعب والنقطه 25 وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي 25-19. والتعادل في الاشواط، الزمالك متقدم في الشوط الاول 26-24 والاهلي في الشوط الثاني 25-19 والتعادل في الاشواط. وراح ما بين الشوطين هيبقى على ايدك اليمين النادي الزمالك بجيب زيه الابيض وعلى ايدك الشمال نادي
الاهلي بزيه الاحمر، والى راحه ما بين الشوطين ونعود مره ثانيه لحضراتكم. مع حضراتكم في الشوط الثالث من قناة النادي الأهلي، بنشاهد مباراة الكرة الطايرة من أحداثها، مباراة الكرة الطايرة بين فريقي القمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطايرة للرجال. على إيدك اليسار النادي الأهلي بزيه وفانيلنا الحمراء والشورت الأسود. هذه تشكيل النادي الأهلي: حسام يوسف 12، حمادة عثمان رقم 5، عبد الرحمن الحسيني رقم 8، احمد عزب الشرباجي 22، احمد صلاح رقم 4، والليبرو ويندر الكوبي رقم 11 امام حضراتكم. نادي الزمالك على ايدك اليمين رقم 22 محمد المهدي اللي يلعب ارسال، اشرف اللقاني 3، ياسين محمد رقم 5، مروان الصافي، ادي المهندس خالد مرتجى نائب او امين الصندوق ونائب رئيس النادي القمة، عمل نائب رئيس النادي. والنقطة الأولى للنادي الأهلي إرسال خارج الملعب الجوار طارق أنديل عضو مجلس الإدارة. الإرسال مع النادي الأهلي، عبد الرحمن الحسيني، استقبال من أعلى الزمالك مرة ثانية ومحاولة من النادي الأهلي لصد أو الكرة حائط صد، ولكن تبقى خارج الملعب ونقطة التعادل 1-1 الزمالك الأهلي في مباراة الكرة الطايرة في الشوط الثالث اللي بنقلها لحضراتكم في نهائي كأس مصر بصالة النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة. الإرسال مع نادي الزمالك 17 رضا هيكل على الإرسال، استقبال إعداد حسام يوسف ومحاولة مرة ثانية، وأدي النقطة الثانية للنادي الأهلي.
يدير هذا اللقاء الكابتن وليد الخشن ويعاونه كابتن حسام محمود من اسكندريه. ويراقب هذا اللقاء كابتن ايمن دهبي رئيس لجنه حكام وعصام انور كابتن عصام انور رئيس لجنه المسابقات. حماده عثمان على الارسال استقبال نادي الزمالك وبيضرب من نادي الزمالك ابو لبابه وبيجيب نقطه التعادل 2-2. 2 الزمالك 2 الاهلي والارسال مع نادي الزمالك. ابو لبابه على الارسال رقم 14 من نادي الزمالك استقبال النادي الاهلي. عزب حسام يوسف وضربه ساحقه ومحاوله وكده ونقطه للنادي الاهلي فور باس. الكره اللي عدت دي على نادي الزمالك والارسال مع النادي الاهلي اهو. ادي واحده ادي الثانيه بالرجل ادي الثالثه ادي الرابعه وكمان خرجها بره قوي. حسام يوسف على الارسال رقم 12. حسام هيلعب ارسال من اعلى استقبال نادي الزمالك وحش جدا ومحاوله من الدفاع للملعب من ياسين ولكن نقطه للنادي الاهلي. الاهلي 4-2 الزمالك. اهو حسام يوسف لعب ارسال قوي جه الليبرو محمد رضا من النادي الزمالك ومحاوله للدفاع للملعب. حسام يوسف مازال على الارسال 4 الاهلي 2 الزمالك. يلا يا رجاله ارسال من اعلى مع الوزن بتيجي في الشبكه وتنزل ملعب الزمالك وتستمر اللعب. محاوله مره ثانيه واهو عبد الرحمن سعودي بيلعب الكره وبيجيب النقطه الخامسه بيلعبها في المنطقه الفاضيه شاف مركز 2 فاضي فلعب فيه الكره اهو طالع اهو اهو هيجري اللاعب. بص راح لاعبها فين؟ لاعبها هناك عبد الرحمن سعودي في المكان الفاضي. 5 الاهلي 2 الزمالك وعلى الارسال حسام يوسف مازال مستمر. استقبال اعداد حائط صد دفاع عن الملعب عبد الرحمن الحسيني حسام وضارب عبد الرحمن الحسيني ضارب خلفي وحائط تيجي حائط صد جماعه لنادي الزمالك ونقطه لنادي الزمالك. اهو طالع عبد الرحمن وضارب ولكن حائط الصد بترجع في ملعب نادي الاهلي. الارسال مع نادي الزمالك 3 الزمالك 5 الاهلي. محمد عادل دوله ارسال من اعلى استقبال اهو اعداد حسام يوسف عبد الرحمن سعودي يا ولد بيلعب سريع من مركز 3. حسام يوسف بيعد له الكره بالمقاس كده اهو طالع اهو في الاعاده اهو باينه وطالع وضارب سريع من مركز 3 وبتيجي في لاعب وتبقى نقطه للنادي الاهلي. عزب على الارسال 6-3 دبل سكور. يلا بقى نكرر الشوط اللي فات. احمد عزب على الارسال ارسال من اعلى استقبال اعداد وضربه ساحقه ومحاوله من محمد مهدي بيجيب في خطا على نادي الزمالك. تداخل من محمد مهدي اهو لو خدنا بالنا اهو لعب الكوره ومره ثانيه طلع في تداخل منه. الارسال مع النادي الاهلي وقت مستقطع طلب المدير الفني لنادي الزمالك ساندي البرازيلي. 7 الاهلي 3 الزمالك والتقدم للنادي الاهلي بفارق 4 نقاط. ادي المديرين الفنيين على ايدك اليسار فرناندو بنتيز الاسباني وادي البرازيلي ساندي بيدي تعليماته للاعيبه النادي الزمالك. انتهى الوقت المستقطع تعليمات كده من عبد الله عبد السلام كابتن الفريق اهو حتى اخر لحظه وهم داخلين يكلم عزب وبيشد من ازره. في تغيير لنادي الزمالك خرج محمد المهدي رقم 22 ونزل لاعب من نادي الزمالك. اقول لحضراتكم مين؟ احمد عزب على الارسال رقم 22 الاهلي 7 3 الزمالك اهو ارسال من اعلى استقبال اعداد ضربه ساحقه ومحاوله من رضا
هيك كانوا بيلعبها فوق حائط الصد. وادي نقطة للنادي الأهلي 8 يا ولد يا عالمي، 8 الأهلي 3 الزمالك، فارق 5 نقاط. أهو طالع أهو عبد الرحمن سعودي أعدله الكورة كده، ولا أحسن ولا أحسن معد، وجاب منها النقطة التامة. احمد عزب على الارسال من الاوراق الرابحه اللي كسبها النادي الاهلي، ومعاه عبد الرحمن سعودي ومعاه عبد الرحمن الحسيني. احمد عزب هيلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد خلفي من رقم 3 اشرف اللقاني، ومحاوله مره ثانيه، وادي حائط صد من لاعبي نادي الزمالك، ونقطه للنادي الاهلي النقطه التاسعه. حائط صد خارج الملعب، والنقطة التاسعة. بيشجعوا بعض لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني أهو بيشجعوهم. 9 الأهلي 3 الزمالك، فارق 6 نقاط طبعا حاجة كبيرة يعني. 9 الأهلي 3 الزمالك، وأحمد عزب على الإرسال. يلا يا عزب، هيلعب إرسال من أعلى، إرسال من أعلى مع الوزن، استقبال نادي الزمالك طبعا ارسال قوي. اللقاني احمد يوسف، وحائط صد ناجح يا ولد يا احمد يا صلاح. حائط صد ناجح جماعي ثلاثي من مركز 2، والنقطة العاشرة للنادي الاهلي والتقدم للاهلي. وما زال احمد عزب مستمر على الارسال. وقت مستقطع اكيد طلبه المدير الفني ساندي، المدير الفني البرازيلي، في فارق 7 نقاط لصالح النادي الاهلي والتقدم للاهلي. اهي اخر نقطة اهي امام حضراتكم اهو. بص حائط صد جماعي طالعين، والكورة جت في ايد احمد صلاح وسعودي وداخل ملعب نادي الزمالك. انتهى الوقت المستقطع اللي ضربه وطلبه نادي الزمالك او المدير الفني البرازيلي، وهو الحكم الثاني حسام محمود بيقول الساندي البرازيلي دول انت خدت 2 وقت مستقطع خلاص مالكش حاجه ثاني. احمد عزب الشرباجي على الارسال، 10 الاهلي 3 الزمالك. ارسال من اعلى مع الوزن، ضايع الارسال يا احمد، معلش معلش، كلهم راجعين طبعا يقولوا له معادي كوره وعدت. 3 على الارسال من نادي الزمالك، اشرف اللقاني ده ابن كابتن محمد اللقاني، كان مدير فني المنتخب ومدير فني نادي الزمالك السابق. الارسال من اعلى، استقبال نادي الاهلي حسام يوسف، وضالع وضارب عبد الرحمن الحسيني، والنقطه ال 11 النقطه ال 11 11 الاهلي 4 الزمالك. اهو بص لعبها زي عبد الرحمن الحسيني ومحاوله الدفاع الملعب، ولكن اشرف اللقاني ما لحقهاش. الارسال عبد الرحمن سعودي، 11 الاهلي 4 الزمالك. ارسال من اعلى، استقبال اعداد اشرف اللقاني، ومحاوله مره ثانيه، اعداد خلفي رضا هيكل، حائط صد خارج الملعب، ونقطه الزمالك النقطه الخامسه. 5 الزمالك 11 الاهلي، والارسال مع الزمالك رقم 11 احمد يوسف. احمد يوسف على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال الاهلي حسام يوسف، اعداد ضربه ساحقه يا ولد يا احمد يا عبد الرحمن يا حسين. عبد الرحمن الحسيني بيجيب النقطه 12، وطالع ضارب من مركز 4 اهو. بص اهو عدها له بايد واحده عن حسام يوسف، وطلع الحسيني من مركز 4 واعلى نقطه وفوق حائط الصد، وجاب النقطه 12. والعالمي على الارسال، احمد صلاح على الارسال، استقبال نادي الزمالك، اعداد ومره ثانيه ومحاوله
من نادي الزمالك عايز يحسن الفارق. وادي النادي الاهلي وحقق صد من نادي الزمالك بيجيب النقطة الستة. والارسال مع نادي الزمالك 6 الزمالك 12 الاهلي، دبل سكور لصالح النادي الاهلي، والاهلي متقدم طبعا. والارسال مع ياسين رقم 5 على الارسال، ارسال من اعلى استقبال محاولة كده ضرب ساحق من احمد صلاح وبيجيب النقطة 13. برافو يا ابو صلاح، برافو يا ابو صلاح، العالمي بيتحدث. الارسال مع النادي الاهلي الحسيني، عبد الرحمن الحسيني على الارسال، ارسال من اعلى مع الوزن، ارسال قوي طبعا، محاوله للدفاع. وادي مره ثانيه نادي الزمالك عايز يقلل الفارق وبيعدي الكوره وحائط صد خارج الملعب من نادي الزمالك، والنقطه 14 للنادي الاهلي، 14 الاهلي 6 نادي الزمالك، والفارق زاد الى 8 نقاط، الفارق زاد الى 8 نقاط. يلا نلعب بقى زي ما انا قلت لحضراتكم، تعادلنا وناخد الشوط ده ويبقى دفعه معنويه للشوط القادم. ارسال ايس، ارسال ايس ونقطه للنادي الاهلي احمد عزم، ارسال ايس، تغيير لنادي الزمالك والنقطه 16. اهو ارسال احمد عزم، اهو اهو جاب ارسال نقطه، جاب نقطه. 15 الاهلي، تغيير 19 نزل مصطفى ابراهيم او مصطفى دبشه. والارسال مع عبد الرحمن الحسيني، ارسال الحسيني، عبد الرحمن هيلعب ارسال من اعلى، ارسال الحسيني، ارسال قوي، استقبال، حوله مره ثانيه ونقطه، نقطه لنادي الزمالك. ما يبقاش حاجه نعديها، نقطه لنادي الزمالك. الارسال مع الزمالك رقم 11 احمد يوسف، رضا هيكل رقم 17 سوري، رضا هيكل على الارسال، استقبال حسام يوسف، ضربه ساحقه يا ولد خارج الملعب اعتقد، تاتش بلوك، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 16، 16 الاهلي 7 الزمالك، فارق طبعا يعني 9 نقاط كتير جدا. حمادة عثمان على الإرسال، يلا يا حمادة، هيلعب إرسال من أعلى حمادة، إرسال كده تكتيكي خلف الشبكة، إعداد وضربة ساحقة ومحاولة من محمد عادل دولة وبيجيب النقطة التامة. 8 الزمالك 16 الأهلي، دبل سكور النادي الأهلي أهو. مصطفى ابراهيم على الارسال او مصطفى دبشه، هيلعب ارسال من اعلى، الشوط الثالث في مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر، وضربه ساحقه ومحاوله دفاع من نادي الزمالك، رضا هيكل هيعدي الكره، محمد رضا، استقبال ليد ويندر، حسام يوسف بيلعبها كده لعبه فنيه من بتاعه الحلويات والقطايف، والنقطة 17 للنادي الأهلي أهو. بص بص حسام يوسف لعبها إزاي، بدل ما يعيد لا طلع بإيده الاثنين وراح بإيده الذراع الأيسر لعب الكورة في ملعب نادي الزمالك اللي بيجيب بيها النقطة 17. 17 الأهلي 8، وخرج مع أحمد صلاح أهو، تغيير كده بيريح بقى لعيبة النادي الأهلي، أكيد نزل سيف عابد، لا محمد عصران، محمد عصران اللي نزل، استقبال اعداد اللقاني، ضربة ساحقة ومحاولة، ونقطة لنادي الزمالك، النقطة التاسعة. محمد عادل دول على الإرسال رقم 20، عادل على الإرسال بيلعب إرسال من أعلى، استقبال حسام يوسف،
يعديها عبد الرحمن سعودي كده غصب عنه، معلش ما جاتش مظبوطه وما ظبطتش معاه، ودفاع عن الملعب من محمد عصران، بيعدي الكوره احمد عزب الشرباجي، ومحاوله وحائط صد ناجح محمد عصران وعبد الرحمن سعودي، والنقطه 18. دبل سكور كده برده تاني، 18 الاهلي 9 الزمالك، اهو حائط صد اهو زوجي عصران وسعودي مع بعض الاثنين طالعين وقفلوا الشبكه او ضلموا الشبكه وجاب النقطه 18. تغيير نادي الزمالك، خرج رضا هيكل، انا ما خدتش بالي من التغيير او الكاميرا ما جابتش التغيير. احمد عزب على الارسال، يا ولدي يا عزب يا عزب يا عزب بالراحه، نزل مكانه رقم 15 محمد مجدي، لسه نازل محمد مجدي مكان رضا هيك. محمد مجدي الارسال مع نادي الزمالك، 10 الزمالك 18 الاهلي، 3 على الارسال، اشرف اللقاني استقبال اعداد حسام، وضربه ساحقه من الحسيني، ولكن نقطه للنادي الزمالك، النقطه 11، 11 الزمالك 18 الاهلي، طبعا احنا فارقين جامد 7 نقاط. الارسال مع نادي الزمالك، اشرف اللقاني استقبال النادي الاهلي خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه 19 للنادي الاهلي، 19 الاهلي، في تغيير اهو للنادي الاهلي، سيف عابد نازل مكان عبد الرحمن، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن سعودي، طبعا هو عايز يلعب كل اللعيبه، تغييرات كويسه طبعا، يعني في ارض الملعب عصران مكان احمد صلاح، عبد الرحمن سعودي خرج ونزل سيف عابد، وطبعا عبد الله عبد السلام كان بيلعب وكان اتغير في الشوط اللي فات مع حسام يوسف. ارسال قوي سيف عابد، اعداد ومحاوله مره ثانيه وخطا على نادي الزمالك، طبعا الكره جت في الانتنه تبقى خطا على اخر لاعب لمس الكره وهو لاعب نادي الزمالك، ونقطه لان اهو طالع اهو ولمس الكره وجت في الانتنه او عصا الشبكه الهوائيه، ومن احمد يوسف، والنقطه 20 للنادي الاهلي. الاهلي 20 11 الزمالك، اعتقد نفس التغيير، طلع احمد يوسف اهو ونزل مكانه لاعب تاني من نادي الزمالك، طبعا اساندي المدير الفني البرازيلي يحاول يشوف لاعبته. الاهلي 20 اهو رضا هيكل قاعد متضايق وزعلان اعتقد، او في حاجه مع الله اعلم. استقبال اشرف اللقاني طالع رقم 7 من نادي الزمالك مروان الصافي، بيجيب نقطه، النقطه 12، هو غير حوالي 3-4 لعيبه في الملعب اهو، اشرف اللقاني ومروان الصافي طالع وضرب ضربه ساحقه وبيجيب النقطه 12. 12 الزمالك 20 الاهلي و23 على الارسال اللي هو عمرو الزمر رقم 23، ده نزل ده اللي انا ما خدتش بالي منه، وادي حسام يوسف ضربه ساحقه ومحاوله ونقطه للنادي الاهلي، هتصدي خارج الملعب والنقطه 21. يلا اقتربنا اهو من الفوز بالشوط الثالث، يبقى 2-1، ونخش بقى على الشوط الرابع بقى، شوط الحلويات والقطايف، ونكسب بيه ويبقى فوزنا بقى بالرباعيه وكاس مصر والدوري وافريقيا والسوبر. محمد عصران على الارسال رقم 9، عصران هيلعب الارسال، 21 الاهلي 12 الزمالك، جت في الشبكه بتروح لاعب نادي الزمالك، ودفاع عن الملعب مره ثانيه مصطفى دبشه، وفور باس كره دبل على لاعب نادي الزمالك، النقطه 22 النادي الاهلي، الزمالك 12، فارق 10 نقاط. عصران على الارسال، يلا يا عصران، محمد عصران على الارسال رقم 9، وهي لعبه صداع بنت لعبه صداع والله، ارسال من اعلى بيجي في حائط الصد ويضيع الكره محمد عصران ويضيع الارسال، ونقطه للنادي الزمالك، النقطه 13. تغيير للنادي الاهلي، احمد صلاح داخل مكان محمد عصران، و15 على الارسال اللي هو محمد مجدي نادي الزمالك،
استقبال النادي الاهلي عبد الرحمن، حسام يوسف ضارب حماده عثمان ومحاوله من نادي الزمالك عايز يقلل الفارق، محاوله وادي نقطه، نقطه 14 برضو احنا اكتر واعلى 8 نقاط جت في ايد عصران وخرجت بره. محمد مجدي على الارسال، استقبال النادي الاهلي خارج الملعب، خارج الملعب، شكرا شكرا. نقطه 23 23 الاهلي 14 الزمالك. اهو محمد رمضان بتاع الاهلي الليبرو نازل مكان ويندر الكوبي رقم 11 اهو مع عبد الرحمن الحسيني على الارسال رقم 8. يلا يا عبد الرحمن، 23 14 ارسال من اعلى، استقبال نادي الزمالك، اعداد اشرف اللقاني ضربه ساحقه من مركز 2 من رقم 7 مروان الصافي في مركز 2 وبيجيب نقطه. في تغيير تاني اهو، هل لنادي الزمالك او النادي الاهلي؟ هنشوف. اعتقد النادي الاهلي عبد الرحمن سعودي داخل مكان سيف عابد، ونزل محمد عبد المحسن مكان حماده عثمان، بيريح لعيبته بقى اللي هي تعبانه طول الماتش. 7 الارسال من نادي الزمالك، مروان الصافي يدير هذا اللقاء، الكابتن وليد الخشن حكم دولي، ويساعدونه حسام محمود من منطقه اسكندريه، مسجل حسام عبد الهادي، احمد فجري مسجل مساعد، تابلت محمود علاء، ساندي فودا لوحه الكترونيه، مراقبي الخطوط محمد ابراهيم خط 1، خط 2 شريف جمال، 3 عمر اشرف، 4 اسلام حلمي، كابتن ايمن الذهبي بيراقب هذا اللقاء اللي هو رئيس لجنه الحكام، ومعاه كابتن عصام انور رئيس لجنه المسابقات. واستقبال النادي الاهلي وضربه ساحقه كده وحائط صد من نادي الزمالك خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 24، الاهلي 24، الزمالك 15، والشوط الثالث مباراه الكره الطايره قمه الكاس مصر او نهائي كاس مصر في نادي النادي بالعاصمه الاداريه. والارسال مع النادي الاهلي، محمد عبد المحسن ارسال من اعلى بيجي يرجع نادي الملعب نادي الاهلي تاني، حسام وضربه ساحقه احمد صلاح العالمي، يلا يا ابو صلاح. اشرف اللقاني بيحاول، عادل محمد عادل بيعدي الكوره مره تانية على الحسيني لاحمد عزب يا ولد، وحائط صد ونقطه للنادي الزمالك، نقطه 16، 16 الزمالك 24 النادي الاهلي. قدم حضراتكم النتيجه اهو، التقدم للنادي الاهلي والتعادل في الاشواط، الشوط الاول كان لصالح الزمالك 26 24، الشوط الثاني كان لصالح الاهلي 25 19، والشوط الثالث التقدم الاهلي 24 16. وادي كره ومحاوله والنقطه 25، وينتهي هذا الشوط 25 16 بفارق 9 نقاط لصالح النادي الاهلي، الشوط الاهلي، وتقدم الاهلي في الاشواط 2-1 النادي الزمالك، وراح ما بين الشوطين الثالث والرابع، وعوده لحضراتكم مره ثانيه ان شاء الله في الشوط الرابع، هيبقى النادي الاهلي على ايدك اليمين ونادي الزمالك على ايدك اليسار. وفاصل ونعود لحضراتكم. شريف شريف شريف، هات ميه كده.
something now. Start to present. Start to present. We do very well about the serve. Why? Because we serve not serve easy. We not serve too much. We serve in our serve. In our serve. 1-6, 5-6. Closing to the Libyan guy. No coming the Libyan guy, number 19. We go against him. تبع الاهلي ضربت الاهلي مع حضراتكم في الشوط الرابع من مباراة الكرة الطائرة، مباراة القمة في نهائي كأس مصر بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك باستسالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، وعلى إيدك اليمين نادي الأهلي بزيه الأحمر وفانيلة الحمراء بنفس التشكيل، أحمد صلاح ووندر رقم 11، حسام يوسف رقم 12، حمادة عثمان رقم 5، أحمد عزب الشرباجي رقم 22، وعبد الرحمن الحسيني رقم 8. والنقطة الأولى لنادي الزمالك على إيدك اليسار نادي الزمالك أشرف اللقاني رقم 3، رقم 11 أحمد يوسف، رقم 7 مروان الصافي، محمد عادل رقم 20، الليبرو محمد رضا رقم 10. مرة تانية وادي ضربة ساحقة من النادي الأهلي، محمد صلاح العالمي وحائط صد، والنقطة التعادل في الشوط الثالث الرابع. الشوط الرابع بقى، يلا بقى نلعب وناخد الشوط ده عشان نفوز بالرباعية بقى كده يا اولاد، والحلويات والقطايف بقى زي ما انا قلت عايزينها في الشوط الرابع. 1-1 في النقاط، والاهلي فايز في الاشواط 2-1 الزمالك. الشوط الرابع حمادة عثمان على الارسال رقم 5، يلا يا حمادة، ارسال من اعلى استقبال نادي الزمالك، اللقاني وحائط صد مرة تانية نادي الزمالك، والاهلي حائط صد اهو، ومحاولة ولكن نقطة كده تتعوض الكرة دي اهي، نخلي بالنا طالع رقم 7 اهو عمرو، رقم 7 اللي هو من نادي الزمالك مروان الصافي بيلعب الكرة في المكان الفاضي وبيجيب النقطة التانية. مروان على الارسال بيلعب ارسال من اعلى خارج الملعب، والنقطة التعادل للنادي الاهلي. 2 الاهلي 2 الزمالك، حسام يوسف رايح على الارسال رقم 12، ونزل اهو محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي مكان ويندر زميله رقم 11. حسام يوسف ارسال من اعلى خارج الملعب، يا حسام محدش احسن من حد، ليه كده بس نضيع ليه؟ حداشر على الارسال، يوسف احمد يوسف هيلعب ارسال من اعلى استقبال نادي الاهلي، احمد عزب، حسام يوسف ضربه ساحقه من العلامي، ونقطه التعادل يا علامي. 3-3، احمد صلاح كده بيضرب بقوه في المركز 4 بذراعه الايسر، وتيجي في حائط الصد تبقى خارج الملعب، ونقطه اهو حسام يوسف معدله، طالع احمد صلاح وضارب، تيجي في حائط الصد
اللي هو اشرف اللقاني وثمانيه اللي هو عبد الرحمن الشحات، وتبقى خارج الملعب من نادي الزمالك. ونقطه للاهلي، ثلاثه الاهلي ثلاثه الزمالك. احمد عزب الشرباجي على الارسال، استقبال اعداد وضربه ساحقه فوق حائط الصد، ودفاع على الملعب حلوه من حسام يوسف مره ثانيه. يا ولد يا عبد الرحمن يا حسيني، حلوه عبد الرحمن حسيني. النقطه الرابعه والتقدم للنادي الاهلي بقى. يلا بقى نتقدم ونلعب ونزيد مزود الفارق اهو. عبد الرحمن الحسيني طالع وجد في حائط الصد وخارج الملعب، وتبقى نقطه للنادي الاهلي. احمد عزب على الارسال، احمد عزب، اربعه الاهلي ثلاثه الزمالك. ادي عزب، احمد عزب هيلعب ارسال من اعلى خارج الملعب. يا احمد ليه يا احمد ليه؟ نهدي القوه شويه بتاعه الارسال. اربعه اربعه، اربعه الزمالك اربعه الاهلي، وعلى الارسال لاعب نادي الزمالك. ارسال من اعلى، استقبال ويندر حسام يوسف، ضرب سريع من عبد الرحمن سعودي وخارج الملعب. والنقطه الخامسه للنادي الاهلي، خمسه الاهلي اربعه الزمالك. اهو بص طالع وضارب عبد الرحمن سعودي، والكوره جايه بره الملعب من حائط الصد الزملكاوي. الارسال مع سعودي، عبد الرحمن سعودي، خمسه الاهلي اربعه الزمالك. ارسال من اعلى، استقبال اعداد اللقاني، اعداد خلفي لرقم سبعه مروان الصافي، ودفاع عن الملعب ولكن خارج الملعب. خمسه خمسه التعادل. يلا بقى نكسر الارسال ده وناخد نقطه. محمد ابو لبابه رقم 14 على الارسال. ارسال من اعلى بيجي في الشبكه من رقم 3 اللي هو اشرف اللقاني. ونقطه للنادي الاهلي، النقطه السادسه، سته الاهلي خمسه الزمالك. احمد صلاح العالمي على الارسال، يلا يا ابو صلاح. ارسال من اعلى بذراعه الايسر طبعا، اهو ارسال من اعلى مع الوزن، ارسال قوي جدا. محمد رضا اللقاني، اعداد خلفي وضرب ساحق محاوله من النادي الاهلي. محمد رمضان مره ثانيه، ابو صلاح وبيدافع نادي الزمالك مره ثانيه، حائط صد من النادي الاهلي، ودفاع الملعب احمد صلاح بيلعب في كل حته. احمد صلاح ودفاع الملعب مره ثانيه، ونقطه للنادي الاهلي ومحاولة لإنقاذ الكرة، ثلاثة ورا الكرة، ولكن النقطة السابعة للنادي الأهلي. سبعة الأهلي خمسة الزمالك، التقدم للنادي الأهلي. الأهلي يقترب من الفوز بكأس مصر، لو فاز بالشوط ده طبعا هيفوز بالمباراة وكأس مصر في النهائي اللي بنلعب في صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية. أحمد صلاح العالمي على الإرسال، يلا يا أبو صلاح هتقيس يلا كده اهو. حسدناك ولا ايه يا ابو صلاح؟ معلش معلش. الارسال مع نادي الزمالك، ستة الزمالك سبعة الاهلي، 14 على الارسال. ابو لبابة الليبي المحترف في صفوف نادي الزمالك. الارسال من اعلى بيجي في الشبكة، بيجي في الشبكة، ونقطة لنادي الاهلي النقطة الثامنة. ثمانية الأهلي ستة الزمالك، أهو أدي احتياط النادي الأهلي بيشجعوه لأن طبعا ما فيش جماهير. والإرسال مع النادي الأهلي عبد الرحمن الحسيني، يلا يا حسيني. إرسال من أعلى مع الوزن، استقبال محمد رضا، إعداد اللقاني، ضرب ساحق من رقم سبعة مروان الصافي وحائط الصد، ولكن خارج الملعب من حمادة عثمان. اهو بص حمادة عثمان طالع، طلع وحائط صد منه من احمد عزب. معلش المره دي سبعه الزمالك ثمانيه الاهلي. عادل دوله على الارسال، استقبال النادي الاهلي، اعداد حسام يوسف. يا ولد يا حماده يا عثمان، وحائط صد عوض الكره اللي فاتت. حماده طلع عوض الكره اللي فاتت. نقطه للنادي الاهلي التاسعه، تسعه الاهلي سبعه النادي الزمالك.
واهو طالع حماده عثمان وحائط صد وخارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. على الارسال حماده عثمان. حماده هيلعب ارسال من اعلى. استقبال نادي الزمالك، اعداد اللقاني وضربه خلفيه ومحاوله الدفاع عن الملعب للنادي الاهلي. ونقطه لنادي الزمالك، النقطه الثامنه، واصبح الفارق نقطه واحده في اعتراض من لاعبي الزمالك على بعض القرارات. اهو طالع وضارب خلفي. ثمانية زمالك، تسعة الاهلي، وسبعة الارسال. مروان الصافي هيلعب ارسال من اعلى، بيجي في حائط، بيجي في الشبكة، ونقطة للنادي الاهلي، نقطة للنادي الاهلي، النقطة العاشرة. عشرة الاهلي، ثمانية الزمالك. والارسال مع النادي الاهلي. يا سلام لو كان الماتش ده بجماهير بقى، يا سلام. ارسال من اعلى حسام يوسف. يلا يا حسام، تركب وحذر من لاعبي الزمالك. ارسال قوي يجي في الشبكه مره ثانيه، ومحاوله يعدي الكره ودفاع عن الملعب. هيعدي بقى عزب، يعدى صوابع مره ثانيه، محاوله من لاعب النادي الاهلي، دفاع والكره خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 11. 11 الاهلي، 8 الزمالك، والفارق زاد 3 نقاط. اهو شاط بره اللاعب، شاط الكره بره رقم 7 اللي هو مروان الصافي. الاهلي على الارسال، حسام يوسف. 11 الاهلي، 8 الزمالك. حسام بيلعب ارسال قوي، استقبال الزمالك، اللقاني اعداد، مطالع الصافي، حائط صد من النادي الاهلي، حائط صد احمد الشرباجي، احمد عزب الشرباجي وعبد الرحمن سعودي، وبيجيب النقطه 12، والفارق زاد الى 4 نقاط. 4 نقاط. حاط الصد اهو امام حضراتكم، اهو طالعين احمد عزب الشرباجي وعبد الرحمن سعودي، تيجي في احمد عزب وترجع ملعب نادي الزمالك، والنقطه 12، والوقت المستقطع طلبه ساندي المدير الفني لنادي الزمالك، وادي نادي الاهلي بجهازه الفني فرناندو الاسباني، فرناندو مش عارف مين اللي بيتكلم، موضوع ان الكاميرات تدخل لغايه عندهم جوه ده. خلاص خلاص لسه يا جدعان، يلا لسه لسه سيبوا له يلا 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 منكم ده ثلاث سيرفات واحده يلا كمل يا اشرف كمل يا اشرف نبدا كمل كمل. انتهى الوقت المستقطع اللي كان طلبه نادي الزمالك، وفارق النادي الاهلي فارق 4 نقاط. نستمر على هذا الفارق عشان نفوز بهذا الشوط وهذا اللقاء وهذا وهذه البطوله، البطوله الرابعه، يبقى موسم استثنائي للاعبي الكره الطايره رجال بالنادي الاهلي. وعلى الارسال لاعب النادي الاهلي حسام يوسف هيلعب ارسال من اعلى. حسام استقبال نادي الزمالك ومحاوله وحائط صد، ولكن نخلي بالنا واحنا بنشوط طالعين نشوط. تسعة الزمالك، 12 الاهلي، واحمد يوسف على الارسال. احمد صلاح بيمسح الارضيه وجاله مسيحي الملعب، ادي المدير الفني البرازيلي ساندي لنادي الزمالك. والارسال مع نادي الزمالك، تسعة الزمالك، 12 الاهلي. استقبال النادي الاهلي، اعداد حسام يوسف، وضربه ساحقه عبد الرحمن سعودي كده، ولا احسن ولا اروع من كده. يلا يا شباب، 13 الاهلي، تسعة الزمالك، وفارق 5 نقاط، وخارج اهو وندر، وداخل زميله محمد رمضان، اهو حسام يوسف عداها وطلع عبد الرحمن سعودي كده وجابها ضربه كرباكيه وجاب منها النقطه 13. ارسال واستقبال من نادي الزمالك ومحاوله لتقليل الفارق، والنقطه العشره.
ثلاث نقاط فارق لصالح نادي الاهلي. وهو ضربه ساحقه ومحاوله من نادي الاهلي للدفاع عن الملعب. نخلي بالنا الارسال مع نادي الزمالك. استقبال النادي الاهلي. اعداد حسام. ضربه ساحقه عبد الرحمن. عبد الرحمن الحسيني خارج الملعب والنقطه 14. النقطه 14 حلوه يا ولد يا حسيني. عبد الرحمن حسيني والنقطه 14. 14 الاهلي 10 الزمالك. والارسال مع النادي الاهلي اهو طالع وضارب جت جامده كده في محمد عادل وخرجت بره الملعب ونقطه للنادي الاهلي. 14 الاهلي 10 الزمالك. والارسال مع عبد الرحمن سعودي. استقبال اعداد اللقاني. ضربه ساحقه من ابو لبابع ومحاوله مره ثانيه من النادي الاهلي عبد الرحمن الحسيني واحمد صلاح. واحمد صلاح بيعتذر على الكره اللي فاتت دي ونقطه للنادي الزمالك. اعتذر لزمايله على الكره بعد ما شاطها ما كانش عامل حساب ان هو يلعبها في حته فاضيه فكانت في حائط الصد ونزلت ملعب النادي الاهلي. اعتذر اهو بذراعه زي ما احنا شايفين في الاعاده بذراعه الايسر بيعتذر. الارسال مع النادي الزمالك. 11 الزمالك 14 الاهلي. يلا يلا يا حسام. حسيني بيلعب الكوره فوق حائط الصد ومحاوله ثانيه ابو لبابه. ابو لبابه ده خطير يا جماعه خلي بالنا منه رقم 14. 12 الزمالك 14 الاهلي. لسه ما زال الفارق لصالح النادي الاهلي برضو. الارسال نادي الزمالك. استقبال النادي الاهلي واعداد وضربه ساحقه احمد صلاح يا ولد جت فابو لبابه وخارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه 15. يلا يا عالمي اهو طالع والعالمي طالع اهو في الاعاده وجت في حائط الصد واخر ما جت في العصا الشبكه من لاعب ابو لبابه وتحتسب للنادي الاهلي. 15 الاهلي 12 والعالمي على الارسال احمد صلاح. ارسال قوي. استقبال يلا ضربه ساحقه اللقاني عادل. محاوله من النادي الاهلي اهو الحسيني يا ولد يا حسيني بيصعب هجوم المنافس. وادي محاوله مره ثانيه خارج الملعب خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه 16. رجعنا الفارق 4 نقاط. يلا يا رجاله بقى نستمر على هذا الفارق حتى نفوز بهذا الشوط وهذا اللقاء وهذا الكاس كاس مصر. كاس مصر ده هيبقى هقول لحضراتكم احنا فزنا بكام بطوله. النادي الاهلي فاز بكام بطوله. كاس مصر 21 مره الاهلي فاز بيها 21 مره. الارسال مع النادي الاهلي. 16 الاهلي 12 الزمالك ومحاوله حماده عثمان يا ولد يا ولد يا عثمان يا ولد يا حماده. جاب نقطه كده سرقها سرق النقطه زي ما بيقولوا. 17 الاهلي 12 الزمالك اهو بص طالع طالع مع حائط الصد وسرق الكوره زي ما بيقولوا وجاب بيها نقطه النقطه 17. 17 الاهلي 12 الزمالك والارسال مع النادي الاهلي. وقت مستقطع طلبه اكيد المدير الفني سيدني المدير الفني البرازيلي لنادي الزمالك. What did you do? يلا لا العب بليس. يلا قول ياسين كم يلا ها يلا يلا يلا. نزلت لعيبه نادي الزمالك لعيبه نادي الاهلي نازله اهي وقت مستقطع انتهى هيعمل تغييره كده اعتقد هينزل ياسين رقم 5 معد الفريق مكان اللقاني اللي هو اشرف اللقاني معد برضو. واحمد صلاح العلامي على الارسال. 17 12 احنا متقدمين الشوط الاول الشوط الثاني والثالث يعني احنا 2-1. الشوط الاول 26 24 لنادي الزمالك. النادي الاهلي 25 19 الشوط الثاني. الشوط الثالث لصالح النادي الاهلي 25 16 والاهلي متقدم في هذا الشوط 17 13 حتى هذا او هذه اللحظه. اهو الشوط الرابع اهو والارسال مع الزمالك. 13 الزمالك 17 الاهلي 4 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. ارسال من اعلى
ولبابة ارسال من اعلى استقبال حسام يوسف وعبد الرحمن الحسيني. يا ولد يا ولد يا حسيني يا ولد، طالع كده ولعب الكرة بليسنج كده بالراحة خالص وجاب منها النقطة 18. يلا اقتربنا هم الفوز بهذا الشوط وهذا اللقاء وهذا وكأس مصر. اهو لعبها كده بالراحة وبهدوء ولعبها في حائط الصد وجاب منها النقطة 18. الحسيني على الإرسال، عبد الرحمن الحسيني هيلعب إرسال من أعلى استقبال محمد رضا، إعداد ومواسين وضربة ساحقة ومحاولة من النادي الأهلي ولعبها أحمد عزب كده مرة تانية وحاول وحاول صد أحمد عزب. يا ولد يا عزب يا ولد يا أحمد يا عزب، جاب النقطة 19. 19 الأهلي، 13 الزمالك. العب يا أهلي، أهو طالع ولعب حائط صد قوي جت في لاعب المعد بتاع النادي الاهلي نادي الزمالك ياسين، وبتنزل ارض ملعب نادي الزمالك ونقطه للنادي الاهلي. 19 الاهلي، 13 الزمالك، وعبد الرحمن الحسيني على الارسال، وفارق 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. لا نهدي شويه بقى اللعب، نهدي شويه، ليه نضيع نقطه؟ 14 الزمالك، 19 الاهلي. والشوط الرابع، الاهلي متقدم في الاشواط 2-1 للزمالك. حسام يوسف، يلا يا احمد يا عزب، يلا يا احمد يا عزب. دفاع عن نادي الزمالك، احمد صلاح، حسام يوسف بيعد تاني لاحمد صلاح ومحاوله ودفاع عن الملعب. معلش معلش الكره دي ما خدناش بالنا منها، يلا نعديها. يلا يا احمد يا عزب يربط حذائه. الإرسال مع الزمالك، 15 الزمالك، 19 الأهلي. وقت مستقطع طلبه أكيد بن فرناندو بنتيز عشان يهدي اللعيبة بتاعته ويهدي ويمتص حماس لعيبه الزمالك. أربع نقاط فارق. انتهى الوقت المستقطع بقى، يلا بقى كده ناخد كام ارسال ورا بعض. 19 الاهلي، 15 الزمالك. والارسال مع نادي الزمالك، محمد عادل دوله على الارسال رقم 20. ارسال من اعلى خارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. نقطة 20 للنادي الأهلي، أهو محمد عادل لعبها أهي. خارج الملعب، خارج الملعب باين. المدير بتاعنا يا ابني. سيف عابد على الإرسال رقم 14. خمستاشر عشرين الأهلي، 15 الزمالك. سيف عابد على الإرسال يلعب مكان الليبرو. سيف يلعب إرسال قوي، خارج الملعب يا سيف، خارج الملعب. في تغيير هو، عبد الله عبد السلام نازل مكان حسام يوسف. الإرسال مع الزمالك، 16 الزمالك، 20 الأهلي. رضا هيكل على الإرسال، استقبال ويندر عبد الله، يلا يا سعودي، عبد الرحمن سعودي، ودفاع عن الملعب من نادي الزمالك، بيعدي الكورة، استقبال ويندر عبد الله تاني بيلعبها كده يا عالمي. يا عبد الله، عبد الله ده يعني بيلعب بيلعب كورة كده من حلوياته. قلنا الحلويات والقطايف نشوفها بقى في الشوط الرابع. عبد الله عبد السلام اهو لعبها لنا وورانا الكوره الجميله اللي جاب بيها نقطه للنادي الاهلي، نقطه 21. 21 الاهلي، 16 الزمالك. اربع نقاط وينتهي هذا اللقاء لصالح نادي الاهلي وهذه البطوله كاس مصر، موسم استثنائي
ومحاولة لتعدية الكرة من نادي الزمالك رضا هيكل. عبد الله عبد السلام اضرب. نقطة للنادي الأهلي، النقطة 22. محمد عصران هنشوفها في الإعادة تاني أهو. إعداد خلفي وعصران طالع. يلا يا عصران، يلا يا عصران. نقطة أهي للنادي الأهلي والنقطة 22. ثلاث نقاط ويفوز النادي الأهلي بهذا الشوط وهذا اللقاء ويحصل على كأس مصر. يلا يا عبد الله. إعداد ياسين، ضربة خلفية من أبو لبابة ومحاولة للدفاع عن الملعب. بالراحة يا محمد، محمد رمضان يحاول يدافع عن الملعب. والنقطة 17 لنادي الزمالك. والإرسال مع الزمالك 17 الزمالك، يعني وقع على دراعه ربنا بالسلام. سليمة إن شاء الله، سليمة إن شاء الله يا كابتن محمد. أهو بص في الإعادة. الإرسال مع نادي الزمالك 17 الزمالك 22 الأهلي. أحمد يوسف عفيفي على الإرسال. إرسال من أعلى استقبال. إعداد عبد الله. يا ولد يا ولد يا عصران. 23 يا عصران يا جامد، يا عصران يا جامد. تسلم ايدك يا عصران. النقطة 23 الاهلي، الزمالك 17. خمس نقاط فارق، الاهلي نقطتين وينهي هذا الشوط وهذا اللقاء ويحصل على كأس مصر. موسم استثنائي اهو اهو الاحتياط هم اللي بيشجعوا. ضربة ساحقة ومحاولة من محمد رمضان، ولكن هم لاعبي الاحتياط بتوع الاهلي اهو، هم طبعا بيشجعوا لاعيبة النادي الاهلي. طبعا الحكم بيقول لهم اقعدوا مش وقته، في تغيير اعتقد كده، هنشوف التغيير. فهو تغيير نادي الزمالك رقم 22 محمد نازل، محمد المهدي. 23 18 الزمالك، 23 الاهلي. محمد المهدي على الارسال، نادي الزمالك اللي لسه نازل عايز يغير الكوره. كابتن محمد يغير الكوره. الإرسال مع المهدي، محمد المهدي. استقبال نادي الأهلي، وهذه محاولة من عصران من عبد الرحمن الحسيني. دبل 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 الكورة والنقطة للنادي الأهلي. 19 الزمالك، 23 الأهلي. 19 وقت مستقطع اعتقد، طلبوا فرناندو بنتيز الوقت ده تاني اعتقد. تعليمات اهو ساندي امريكا، كل تعليمات النادي الاهلي الجهاز الفني فرناندو بنتيز الجهاز المعاون. فاضل نقطتين ويفوز النادي الاهلي. المهدي على الارسال، 19 الزمالك 23 النادي الاهلي. الاهلي متقدم في الشوطين، شوطين مقابل شوط للزمالك. ارسال من اعلى محمد المهدي، استقبال ويندر عبد الله والحسيني. يا ولد يا حسيني يا ولد يا ولد يا ولد. النقطه 24 24 الاهلي، 19 نقطه بقى. والموسم الاستثنائي بقى، أبطال الكاس وأبطال الدوري وأبطال أفريقيا وكل حاجة. أهو التغيير كده، حسن عابد خرج. إرسال من أعلى عبد الرحمن سعودي. أربعة وعشرين الأهلي، 19 الزمالك. والنقطة الأخيرة للنادي الأهلي، وفرحة ما بعدها فرحة طبعا. الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي الأهلي. هذه هو نقطة ومحاولة ودفاع عن الملعب من النادي الأهلي، ومحاولة مرة تانية لنادي الأهلي.
ودفاع عن الملعب مره ثانيه. عبد الله عبد السلام بيعد اهو محمد عصران يا ولدي عصران. محاوله مره ثانيه النادي الاهلي. تاتش بلوك ونقطه النقطه 20 لصالح الزمالك. تاتش بلوك من ابو لبابه ارسال مع نادي الزمالك اهو. ياسين بيعد وابو لبابه طالع وبيضرب من مركز اربعه. ارسال نادي الزمالك ياسين رقم خمسه على الارسال. ياسين يلعب ارسال من اعلى في الوتر كده. عبد الله عبد السلام ضربه ساحقه والنقطه للنادي الزمالك. النادي الاهلي وزي الزمالك الحكم ما خدش القرار. فهذا القرار فعلا النقطه 25 للنادي الاهلي. هو كان مشاور على الزمالك ولكن شاور صح والنادي الاهلي. 25 21 للنادي الاهلي والاهلي يفوز بكاس مصر 25 20 ويفوز الاهلي بكاس مصر وموسم استثنائي. وهذا هو الكاس رقم 22 للنادي الاهلي موسم استثنائي. الف مبروك للنادي الاهلي. الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الاسطوره الكابتن محمود الخطيب. والف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي اللي موجودين في الصاله كابتن او المهندس خالد مرتجي والكابتن طارق انديل ومي ياقوت وكل نادي لاعبي نادي الاهلي. الف مبروك للجهاز الفني والف مبروك لجميع جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي الرباعيه للنادي الاهلي. وحصل على كاس مصر للمره 22 وحصل على موسم استثنائي السوبر ثم الدوري ثم بطوله افريقيا الاسبوع الماضي واليوم يفوز بكاس مصر. ومبروك للنادي الاهلي وكل التوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي. فرحه طبعا بكاس مصر. هو امام حضراتكم اهو الجهاز الفني واللاعبين. عبد الله عبد السلام الكتيبه التي لعبت اللقاء بقياده فرناندو بنتيز الاسباني المدير الفني. ومعاه محمد السيد ومحمد الحسيني عبد اللطيف عثمان مدير فريق احمد اسامه اداري الفريق شادي فهيم محلل تقني الدكتور ايهاب فخر الدين اسلام محمد اخصائي علاج طبيعي اسلام محمد اسامه محمد اخصائي تاهيل محمد شهير مدلك شريف محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي لاعبي النادي الاهلي ال 14 لاعب يوسف الصافي رقم واحد عبد الله عبد السلام عبد الحليم عبو او عبد الحليم عبو احمد صلاح العالمي حماده عثمان رقم خمسه محمد رمضان رقم سبعه عبد الرحمن الحسيني رقم ثمانيه محمد عصران رقم تسعه الكوبي يندر جارسيا رقم 11 ليبرو الفريق حسام يوسف معد الفريق حسام يوسف سيف عابد عبد الرحمن سعودي محمد عبد المحسن احمد عزب الشرباجي. ومبروك للنادي الاهلي الرباعيه موسم استثنائي للكره الطايره للرجال يفوز بكاس مصر وقبلها كاس افريقيا وقبلها يفوز بالدوري للكره الطايره الدوري الكره الطايره للرجال وقبليها كان فايز بالسوبر المصري. ومراسم تسليم الكاس للاعبي النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي طبعا هيكون الكابتن حسام كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق هو واحمد صلاح. تهانينا القلبيه للاعبين والجهاز الفني وامام حضراتكم. وده الكاس البطوله اهو كاس مصر اللي فاز بيه النادي الاهلي والمركز الثاني نادي الزمالك والمركز الثالث فريق بتروجيت غلب طلائع الجيش في تحديد المركزين الثالث والرابع. مراسم تسليم كاس مصر للكره الطايره رجال في صاله النادي بالعاصمه الاداريه بحضور المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره المهندس خالد مرتجي نائب قائم باعمال نائب رئيس النادي وامين الصندوق نادي الاهلي والكابتن طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. كل الامنيات الطيبه لفريق الكره الطايره للرجال النادي الاهلي عبال فريق الكره الطايره لنادي النادي الاهلي في كاس افريقيا وبيلعب في بطوله افريقيا.